هي الساعه كام دلوقتي؟ العاشره مساء، والست المصونه والجوهره المكنونه مراتك لسه ما شرفتش. يمكن هتبات بره يا ماما. تبات بره؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انا ما عنديش حريم يتاخروا بعد الساعه 2 بالليل. جدع شاطر راجل. بصوا بقى، كل واحد يحط لسانته في بقه. البنت بتاعتي واخده اذن مني. واخده اذن منك على اساس ايه يعني؟ انها رايحه الجامعه، رايحه تشتري كتاب، وانا دوري ايه؟ الدور الجاي ان شاء الله. صوت على البيت. بس ما حدش اتكلم، انا هصرف. الحياه بقى لونها بمبي، وانا جنبك وانت جنبي. بمبك ايه يا هانم؟ كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت عند الكوافير. عند الكوافير؟ ايه الكوافير اللي بيشتغل فتره مسائيه ده؟ قصدك ايه يا عادل؟ قصدي انك انت بتكذبي يا رانيا. بصراحه كنت بكذب، بس كذبه بيضة. مش كان بامبي من شويه؟ هو الابيض ولا بامبي؟ سناء شوفي لي لون كذبها ايه. دوري لي كده. انت بترفعي مقاسات، ما تخلصي يا سناء. لعلمك بيبان باقي الصبر يا عادل. مراتك كانت في ميعاد مهم وما خبيش عليك. الحالة خطيرة خطيرة، لازم نبطر القلب. قصدي كان يهمها قوي انها تبان انها جميلة مع اللي كانت قاعدة معايا. عادل خرب عقلك، انت عرفتي ازاي؟ مكياجك اللي معمول الساعة 1 الظهر، وشعرك اللي لسه مظبطاه ما بقالكيش ساعة، وريحة البرفيوم اللي طالعة وناشعة منك، والجزمة مكعبة عالي ما بتلبسهاش غير كل 3 سنين مرة في المناسبات الرسمية، لأنك بتخافي تتدلقي وأنت ماشية بيها. كل ده عاملاه ليه؟ رايحة تجيبي عيش وخضار. كنت فين يا هانم؟ وقولي بسرعة. ما كنتش في حتة. ما كنتش يعني مش هتقولي؟ هخلي سناء تعرفني كنت فين. هتقولي ولا خلي سناء تتصرف؟ لا لا لا، اوكي. انا هعترف يا عادل، بس لو سمحت انا عايزه اقعد معاك في جلسه منفرده، في مغلقه. جلسه منفرده مغلقه؟ بعد اذنكم يا جماعه فضولي الصاله، فضولي الصالة. ولا اقول لكم خليكم، احنا هنخش جوه نشوف كانت فين. اتفضلي. دلوقتي بقى هانم، انا عايز اعرف كنت فين ومع مين. أنا كنت مع الشهرة، مع المجد، مع الفلوس، مع الثراء الفاحش. الثراء الفاحش؟ كنت مع مصباح علاء الدين يعني، ولا كنت مع علاء الدين نفسه؟ لا، كنت رايحة أقدم في محطة اسمها تاتا تي في، محطة فضائية. تاتا تي في؟ دي غير تاتا خط العتبة؟ لا، هي محطة لسه بادية، فهم مسمينها كده اسم تجاوزي يعني. محطة صغيرة، وأنت رايحة تعملي إيه في المحطة مع المحطة الصغيرة؟ رايحة ترضعيها؟ لا، كانوا طالبين مذيعات فروحت أقدم. روحتي يعني تقدمي كمذيعة ولا كضيفة؟ لا طبعاً كمذيعة. يا سلام، وأي واحدة معديه في الشارع كده يطلع في دماغها تبقى مذيعة، تقدم تبقى مذيعة. يا سلام. على فكرة بقى يا عادل، أنا طول عمري متحدثة رسمية ومتحدثة جيدة جدا، ولعلمك بقى أنا كنت بقود الإذاعة المدرسية وكنت عنصر ناشط فيها. عنصر ناشط في الإذاعة؟ يعني كنت إيه يعني؟ كنت اليورانيوم بتاع الإذاعة؟ بيبي بليز، أنا محتاجك دلوقتي أكتر من أي وقت فات، إنك تعضدني وتساعدني أطلع سلم مجدي. وتطلعي سلم مجدي ليه؟ افرضي مجدي ده اتضايق مثلا، ولا قال مين اللي طالع على السلم دلوقتي، ولا كسرتي له سلمة، يجي بقى يصدرني مثلا ويقول لي لو سمحت مراتك هي اللي بوظتها، تعالى صلحها. هي يا عادل بقى، بليز أرجوك بقى، مش عايزك تفضل كل شوية تحطم في طموحاتي. طموحاتك إيه؟ أنا مش فاهم، كل شوية يا رانيا يعني ارحميني، كل شوية تطلعي لي بافتكاسة. طب انت عارف بقى الافتكاسه دي لو ضربت معايا هاخد كام؟ انا مش عايز اعرف، انا ضد المال وضد الشهره. اوكي يا عادل، عموما هي لو ضربت معايا هاخد 10,000 جنيه في الشهر. ايه 10,000 جنيه؟ بصي يا رانيا، يعني انا ممكن اساعدك يعني، مش كمراتي بس، لا يعني انا واثق من امكانياتك. ومجدي ده لو ضايقك ولا حاجه وانت طالعه السلم صدرهولي، انا اساسا ماسك عليه حاجات يعني. يلا. طب بصي يا بيبي بقى، انا محتاجاك في ايه؟ انا محتاجاك تقف جنبي على اساس ان انا ايه، اول مره في حياتي هقف قدام كاميرا تلفزيون، فمحتاجه يعني اعمل بروفات حيه كده كمذيعه وسط جمهور وكاميرات، على اساس يعني اجرب نفسي في اداره الحوار. حبيبتي ما تقلقيش خالص. بصي، انت بالنسبه للشغلانه دي محتاجه فيها كاميرا، ومحتاجه فيها شويه جمهور، ومحتاجه فيها، بصي، اي توجه اعلامي انا مسؤول عنه يا ماما، انا اللي هدير لك كل شغلك، ما تقلقيش. 10,000. صورة عائلية، صورة للذكرى. صورة عائلية. يا عم حمضها، انسى بقى انك انت فوتوغرافي، ركز في الفيديو. راني خليك واقفة هنا على ما اشوف اي زبون مثلا تتكلمي معاه ولا حاجة. اوكي. مساء الخير.
ايه حضرتك يعني ممكن تصور معانا؟ صور معاك بمناسبه ايه؟ صاحبي قريبي اخويا اللي اتحبس. الف سلامه، ان شاء الله يخرج بسلامه باذن الله. انت فاكرها صوره هتحطها في تابلو الميكروباص بتاعك يا اسطى؟ ميكروباص بتاع الوجيعه هم حجزوه عشان عليهم خلافات. طيب ما دي حاجه كويسه قوي. حضرتك احنا ممكن نعرض المشكله بتاعتك عندنا في البرنامج. بجد؟ بجد. عارف اللي واقفه هناك دي؟ دي الاستاذه المذيعه الاستاذه رانيا. وانا الاستاذ حمادها مدير عام الكاميرا دي وبشتغل معاها. اهو اتعرفت بالناس كلها. يلا خش يا رانيا، خش يا رانيا. الف لا باس يا اختي، واحد ينزل لقفله المذيعه حته. انا سواليت عادل. عادل مرتبكه مرتبكه عادل مرتبكه يعني. طب مكياجي مظبوط؟ المهم ظبطي عقلي. ظبطيها وخش خش خش خش. شعري 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 حلو. هايل هايل، عندك جل يكفي خمس ستات. يلا خش. ما تخلصونا يا اخوانا. الشيشه حته. انا يا استاذ. معقوله يا استاذ حمادها؟ يا استاذ حمادها الشيشه ايه اللي انت عايز تشربها؟ ما ينفعش اثناء الشغل يعني حضرتك، هتصور ازاي؟ هو انا يا ابني اللي بصور؟ احنا مجرد اسباب. دي كاميرا فيها زر، تدوس على الزر الكاميرا تصور على طول. الله الله، احترم وجهة نظرك. طب دولا ما تخلي الكاميرا دي بقى تستضيفني. تستضيفك كايه يعني؟ كانسان. انت انسان؟ هنكذب من الاول كده ومن اول حلقه نكذب على المشاهدين؟ يا اخوانا خلصونا. حاضر حاضر، خش يا رانيا خش يا رانيا. حاضر حاضر. أعزائي المشاهدين، عزيزي المشاهد اللذيذ الفظيع، هنقدم لكم النهارده أولى حلقات برنامجكم الممتع قاع المجتمع. قاع؟ قاع دي منظرها شتيمة. لا حضرتك شتيمة إيه؟ هي تقصد يعني إنك أنت شاب من الآخر يعني. اتفضل اتفضل. إذا كان كده ماشي، اتفضلي يا أختي. ومعانا نموذج سلوكي نتعرف بيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وليد ستيبن أول فيصل. أحب أصلح الملحوظة اللي قالتها الأخت المذيعة، أنا مش سروجي، أنا سائق ميكروباص. وبابي الأستاذ ستيبن هل كان بيشتغل فردة كاوتش؟ فردة كاوتش؟ إيه العفشة اللي جاية تدبدب فوق دماغنا دي؟ لا 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 لا، مفيش حاجة حضرتك. دي يعني أصل هي مذيعة كوميدي يعني، واعتبرها زي أختك يا سيدي. عادي جدا، مش ممكن أختك تقول لك مثلا تكلمك أي كلام فارغ يعني. أنت تقول لها اعملي لي شاي يا أختي مثلا، فهي تقول لك هو أنت أكتع ما تعمله لنفسك. مش بيحصل؟ بيحصل صراحة. خلاص اعتبرها زي أختك يعني، ما حصلش حاجة. الشيش يا ابني. حاضر يا أستاذ. معقولة يا استاذ حمادها؟ ما ينفعش. معقوله هتضرب شيشه دلوقتي مع حضرتك؟ الدخان هيطلع على الكاميرا يغطي على وش رانيا يعني. اهلا اهلا، والله كويس انك جيت. انت ابن حلال، يا ريت تدوس لي بقى على زر الكاميرا عشان تبدا تشتغل. ما كنتش بتصور من الصبح؟ لا والله لحد دلوقتي لسه. حاضر ادوس لك. ادوس انا؟ ادوس. تدوس ايه؟ انت عمرك دوست على زرايا؟ ماشي خلاص. يلا يلا خش خش خش. لو سمحت كلمنا عن مأساتك يا أستاذ ستيبن. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بس اشتغل سواق على ميكروباص ترس هرم. في يوم من ذوات الأيام الأسبوع اللي فات قبض على العربية، بناشد السيد مساعد مدير الشرطة بتاع عمنا عمرياضي إنه يفك حصر العربية عشان عليها 500 جنيه. إيه ده بس؟ بس مش ممكن، ده 500 جنيه قليل جدا، ده أنتوا بتكسبوا أكتر من كده بكتير. ده إذا كانت الأجرة لوحدها ب 40 قرش وكمان ما بترجعوش البريزة الباقي. ما معيش فك يا أختي. يا سلام، هات لي باين، هات كبريت، ما أنا عايزة حقي. مش عاجبك انزلي، ابعت باقي خمسة يا أسطى. على قول الكوبري يا أسطى والله. أنتوا جايين تقلبوني هنا بقى، ما حدش ليه حاجه عندي. يا استاذ وليد يا استاذ وليد، اهدى حضرتك. يعني هو البرنامج بتاعنا ده بيتكلم عن الواقع يعني، زي ما ناقشنا السلبيات بتاع سواقين الميكروباص، بعد الفاصل ان شاء الله هنناقش السلبيات بتوع الركاب اللي بيركبوا الميكروباص. اذا كان كده ماشي، بس انا عاوز اتكلم عن مشكله الكنبه الورانيه. براحتك، اتفضلي اتفضلي. مبدئيا كده الكنبه الورانيه 3. بسم الله الرحمن الرحيم، الكنبة الورانية 4. ما تعانتش وما ترخمش الكنبة الورانية 3، وإلا هنقعد متزنوقين. متزنوقين؟ طب ما تيجي تسوقي مكاني. يا أستاذ يا أسطى معلش يا رانيا يا رانيا. النفر الزيادة ده أنا أدفعه أنا يا ستي. يا عادل أنت كده بتعلمهم الجشع. جشع؟ لا كده بقى اللقاء ده خلص بقى. حضرتك هي ما تقصدش يعني، هي ما تقصدش، هي تقصد يعني ان هي زي اختك يعني. انت مش ممكن تتخانق مع اختك طول الوقت، بتتخانق معاها وتقول لك يا منيل وبتاع، مش ده اللي بيحصل؟ بصراحه بيحصل. خلاص بقى يا اسطى عديها، ها
هات شايل اللص عشان يعديها ابني. انا يا استاذ. خش يلا يا رن، خش يلا يا رن. وبالنسبه للهباب والعدم الاسود والحاجات والدخان الوحشه اللي بتطلعوها اللي دبحتونا وقرفتونا بيها، ايه يعني اصرف لكل راكب انبوبه اكسجين؟ وايه المشكله؟ ايه المشكله ان انت تجيب انبوبه اكسجين تلف على كل الركاب ورا بعضيهم؟ ايه هنصرف عليكم بقى. ايه ده؟ انت ما تحترم نفسك يعني؟ انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ انا هكون بكلم مين؟ تاكسي العاصمه بالاصفر اللي لابسهولي ده؟ ايه ده؟ اوعي يا تاكسي، اوعي يا رانيا. يا رانيا يا رانيا، حضرتك ليه بس اعصابك يعني سايره طول الوقت؟ يعني اهدى ما يجراش حاجه، يعني زي اختك برضه. زي اختك احترم نفسك انت يا حيوان. يا انت انا حمرمطك حيوان. لا 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 حيوان. لا انت كده بقى عندك حق يا عم، انت تطلع دلوقتي على الاسم وانا يا عم هشهد معاك على قله ادابها هي وجوزها. بس يا حيوان. اسمي ايه ده؟ انا حق اخده بدراعي. لا يخرب بيت دراعك، ده راح اكسر لك دراعك من غضاريف وحط حرب البتاع. بقولك ايه، عادل طلع الواد ده بره، هات واحد تاني، هات واحد تاني عادل. واحد تاني؟ واحد تاني ايه واحنا كوبايات؟ انا عارف. انا لو منك ما اسكتش. يا عم يا عم حماده، انت معايا ولا معايا انا؟ لحظه واحده، طريقك فين يا قصه؟ هرم. تنزلنا اول الكوبري. ماشي. يلا بينا. ايه ده؟ طب وايه، هتسيب العده وتسيب الكاميرا؟ لا بقول لك ايه، الكاميرا دي رجعوها لاصحابها وخد الرهن، وانا هرجع لشغلتي القديمه تاني. ايوه واحد فيصل، واحد فيصل. عتبة عتبة عتبة. عربكي. يبقى انا اللي هصور يا دولا. يبقى عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن، مستقبلي الاذاعه اتضرب. لا 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 لا، على فكره بقى انا حاسه انها مكيده من احدى المذيعات المنافسات المنافسينات. بصي يا رنا يا حبيبتي، احنا لازم نعترف بخطأنا. الجماعه بتوع المحطه دول مش عايزين شريط يعرفوا من خلاله انت تنفعي تبقي مذيعه ولا لا. خلاص المساله دي سهله جدا وفي ايدي، انا هخليهم يتفرجوا على شريط ما حصلش وانت مذيعه ما حصلتيش. اوكي اوكي. طب بقول لك ايه، هو مطلوب ستايل معين ليا كمذيعه؟ حبيبتي انا هخليكي تعملي كل الستايلات وهم ينقوا. أوكي. اتفقنا؟ اوكي. فتحي ميك اب مظبوط، شعري اوكي؟ اوكي. طب خلاص خلاص اوكي. يلا وان. اعزائي المشاهدين، من احد طوابير العيش ابو خمسه ساغ الطويله جدا، توقفنا لنسال الواقفون في الطابور المنتظرون في الشغف. تعالوا معايا بالكاميرا. حضرتك بقالك قد ايه واقفه في طابور العيش؟ بقالي 3 ايام وسايبه البيت يضرب يقلب. طب ليه حضرتك ما بتحاوليش تشتري عيش من ابو نص جنيه، وده يخليكي تهتمي بيتك اكتر بدل ما انت متدهوله ومتهببه كده؟ احنا بناكل 20 رغيف في اليوم، في نص جنيه يبقى 10 جنيه، في 30 يبقى 300، وجوزي بياخد 300 جنيه في الشهر، هناكل خضار ولحمه منين؟ هنا تظهر المشكلة الحقيقية، المشكلة مش في العيش، المشكلة في اللحمة والخضار. أنا اقتراحي عليكم إن احنا نعمل طابور للحمة والخضار. معنا نموذج آخر حضرتك. آه لا نو جامي، أنا مش معقول أبداً آكل الرغيف العيش ده بلديون خالص، أنا بشتري العيش ده علشان أنا أأكله للفراخ اللي بربيها في المنوخ. معقولة معقولة حضرتك بتشتري العيش عشان تاكلوا الفراخ والشعب ما ياكلش عيش؟ هو بيان سور، اولا انا لما اشتري العيش ده واكله الفراخ بتاعتي هتكبر وتربرب، وبعدين انزلها في السوق والناس كلها تاكل الفراخ ومعيش. وجهه نظر اعزائي المشاهدين، احب ان شاء الله اتبناها في حلقه لوحدها. تعالوا نشوف النموذج الثالث حضرتك. بصراحه انا واخده طابور العيش ده حجه، كل ما حد يسال عليا في البيت اقول لهم ان انا واقفه في الطابور. بس انت حبيبتي فعلا واقفه في طابور العيش. اصل بابا جه النهارده ورايا بيراقبني. وده نموذج اخر بنطرحه للشباب الطموح جدا. معانا نموذج رابع حضرتك. لا مؤاخذه يا بنتي ما تاخذنيش، اصل انا مليانه امراض كتير وبتعالج في الاسبيتاليا الامير اللي على الناصيه ديت. بصي بصي الدواء، شوفي الدواء ادويه قد ايه اللي معايا، شايفه؟ وقالوا لي لو عايزه سرير تباتي عليه
هات لنا كل يوم 10 رغيفة من الفرن. بصي الأدوية بصي الأدوية يا أختي. ما تأخذنيش مضطرين ننظف طبعا. وده اندماج ما بين وزارة الصحة ووزارة الإسكان. هنشوف نموذج رابع معانا أو خامس. انتي فين؟ وانتي يا بنوتة يا أمورة يا حلوة اللي موقفك في طابور العيش؟ مش انتي اللي قلتي لي اقف هنا يا ماما؟ ايه يا ياسمين؟ في ايه يا ياسمين؟ استاذ رفعت هنشيل ده في المونتاج. اوكي اوكي 1 1. والتقينا دلوقتي هنروح للفرنين المسؤولين عن العيش ابو سام. الحلوة دي يا بنت عجين في الفجرية وديك بيدا كوكوكوكو استعطية. سوري. والتقينا دلوقتي مع العمال النشطين جدا. حضرتك نتعرف بحضرتك؟ انا الاستعطية. وحضرتك انت؟ وانا اديك كوكوكو. عايزين نعرف منكم يا جماعه ليه العيش قليل؟ ليه العيش ما بيكفيش الشعب؟ بصي هو حضرتك يعني كل فرن عندنا ليه حصه، يعني احنا النهارده خدنا الحصه بتاعتنا. ايه ده، انا ما خدتش الحصه. انت جاي الساعه كام الحصه؟ 7 الصبح. ياد ما قلتليش ليه. هقول لك بعدين. بقول لك انت هو انا مش عايزه اعمل اوعى. انتوا هنا علشان هتقولولي انا عايزه النهارده في البرنامج بتاعي احل مشكله من مشاكل الشعب كله. ايه ده الست دي؟ ده هتخلينا كده هو يعني نقول كل حاجه ولا ايه؟ يعني من غير ما نقصد يعني. ايه الست الجامده دي؟ ايه ده ايه المذيعه الجامده جدا؟ ما تقفرش جامده جدا. عايزه اقول لك ان البرنامج بتاعي ما بيرحمش. حضرتك يعني انا هقول لك بمنتهى الصراحه، يعني هي الحكومه ما قصرتش. الحكومه ادتنا دقيق يغطي المنطقه اللي احنا دي فيها كلها يعني. وبعدين يعني احنا بناخد صراحه نص الدقيق ده، وبعدين احنا بنبيع نص الدقيق ده يعني. وبعدين حضرتك ده الرغيف ابو خمسة ساغ ده الرغيف اللي هو ابو 5 جنيه. بص حضرتك ده قد ايه، وبص حضرتك ده قد ايه. فاحنا بنبيع نص الدقيق في الخباثه من ورا الحكومه. فبس يعني لا الصراحه بقى تتقال احنا بنبيع 3/4 الدقيق في الخباثه يعني، والربع بس اللي بنوزعه وبنعمل بيه العيش ده اهو. يلا لازم تقول كل حاجه بصراحه. يلا. طب يا جماعه من غير خناق تفتكروا ايه الحل معانا؟ يعني احنا بنطلب من الحكومه يعني ان شاء الله وربنا يكرم باذن الله، يعني ان الحكومه ما دام عارفه ان احنا كده بنسرقها يعني، فهي الحكومه تزود الدقيق عشان احنا نسرق براحتنا والشعب ياكل برضك يعني. أعزائي المشاهدين، بكده نكون حلنا مشكلة رغيف العيش في الحلقة دي. أشوفكم في الحلقة الجاية. والحلوة دي قامت تعجن في الفجرية. باين لي دي اوكي. لا بصي يا فتحي، خش زوم اوت عليها. زوم اوت، خش عليها يا فتحي بقى. طب اوكي خلاص يلا. 1 1 1. مناحة شوارع القاهرة العامرة بسكانها السائرين طول النهار رايحين جايين خانقنا كده، التقينا بأحد المواطنات حبينا نروش عليها. تعالوا معايا. حضرتك مزموزيل، انت ايه اللي ماشيكي يعني دلوقتي في وقت متاخر؟ انا مش مزموزيل. طب يا مدام يعني انت ايه اللي ماشيكي في الشارع؟ انا موظفه في هيئه النقل والمواصلات حضرتك، وكنت بدور على مواصله اركبها عشان اروح وظيفتي. مفيش اي مواصله بتخدم على المكان دوت اللي احنا فيه. احنا بنشهد المسؤولين في كل حته في مصر ان هم يخدموا على المواصلات على المكان اللي احنا فيه دوت. خلاص يا امي خلاص، هنقابل حد تاني في الشارع. مين معاك حضرتك؟ نعم. ايه اللي ماشيكي دلوقتي في الشوارع؟ رحت اشتري طلبات لجوزي وعايزه اروح، مش عارفه لا في تاكسي ولا اوتوبيس ولا حاجه. اوف ايه ده، ايه ده؟ اوف زهقوني. تعالي يا ماما، انت ايه اللي ماشيكي في الشارع لحد دلوقتي؟ انا كنت مزوره من الجامعه مع تامر صاحبي، وبعد كده اتخانقت معاه، قام الواطي منزلني من العربيه وقال لي روحي لوحدك. شايفين الناس؟ مش ممكن. مش حبيبتي انت ايه اللي ماشيكي دلوقتي؟ انا مش معقول، انا واقفه تحت الشجره بقالي ساعه والشمس حامياتس خالص ومستنيه الميكروباص، ما جاش لحد دلوقتي. طيب يا موز يا امو، تعالي يا شاطره، تعالي يا حبيبتي، تعالي قولي لي يا شاطره يا اموره، انت ايه اللي ماشيكي في الشارع لحد دلوقتي؟ مش انت يا ماما اللي قلتي لي روحي جاي روحي كده يعني؟ يا ياسمين حرام عليكي،
يا استاذ رفعت انا اسفه هنشيل ده في المونتاج. طب هنكمل خش عليا. اعزائي المشاهدين، احنا شفنا دلوقتي ان المشكله الرئيسيه للشعب هي المواصلات. يا ترى ايه الحل؟ التوك توك. التوك توك حلوه قوي المواصله دي. اخيرا هلاقي حاجه توصلني هيئه النقل واروح الوظيفه في معادي. يا ترى التوك توك ده بياخد فيزا كارد عشان انا ما عنديش فيليسيون. ماما انا عايزه اركب التوك توك. حسبي يا ماما. حضرتك يعني كقائد مركبه توك توكيه يعني شعورك ايه يعني؟ عدم المؤاخذة يعني، ما احنا المركبة الكركوتكية اللي حضرتك بتقول عليها دي يعني انا مش عاملها مثلا عشان يعني غاوي يعني، لا، ولا عشان انا مثلا مش لاقي شغل ولا حاجة، لا، انا عامل ده خدمة للشعب اللي مش لاقي مواصلة توصله. والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توك 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 توك. معلش يعني حضرتك يعني بتمشوا من غير رخصة ومن غير نمرة، وده يعتبر مخالفة من الاخر يعني. رخصة يا حضرتك؟ اذا كنت انا مخالف ذات نفسي يعني، وبعدين ما عدم المؤاخذة يعني الحكومة سابتنا نخالف وسابتنا نمشي، وبعدين هل الحكومة يعني عدم المؤاخذة وفرت مواصلات والناس سابوا المواصلات وجم يركبوا التوك توك 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 كده؟ يا جماعة هنبقى حطينا ايدينا على لب القضية، تفتكروا بقى ايه الحل؟ خايفة عادي؟ لا بجد خايفة يعني. يا حبيبتي ما تخافيش، انا مؤمن بموهبتنا، واحنا الحمد لله بعتنا الشريط للمحطة بتاع التاتا دي، فيه اكيد يعني هيعجبهم لان مبذول فيه مجهود جامد جدا، ما تقلقيش خالص. عادل رانيا جالكوا جواب من تاتا تي في. وطبعا انا فتحته وقريته كالعادة. طبعا جماعة مبروك عليكم، خدوا قروا الجواب واستمخوا واستمتعوا، والليلة ليلتكم، ويا رب دايما انا جلابة الخير. شكرا يا سناء. شكرا. خليك يا سناء. ايه الهبل ده؟ ايه عادل لازمته الكلام ده؟ ما تقرا يا حبيبي. حبيبتي ده اللي مكتوب في الجواب. طب كمل. ايه العبط ده؟ ايه عادل بقى الالفاظ بتاعتي دي؟ عادل لو سمحت حافظ على مشاعري. هو انا اللي بقول حاجه من عندي؟ ده اللي كاتبينه. ايه الهبل ده؟ ايه العبط ده؟ ايه الرخامه والرزاله اللي انتوا فيها دي؟ انت ما تنفعيش تبقي مذيعه، انت اراجوز في سيرك، لو هوبت في شارع ماسبيرو اللي فيه التلفزيون هنديكي بالجزمه. بس لا لا لا، لعلمك بقى ده جواب تهديد من منى الشاذلي. طبعا خايفه اخد مكانها. مكانها ايه بس؟ مكانها ايه يا رانيا؟ وانت اصلا تعرفي ايه مكانها فين؟ الحل دلوقتي يعني الحل؟ ما تقلقيش، انا مؤمن بموهبتك، انا اللي اخرجت البرنامج وشايف ان البرنامج ده هيكسر الدنيا. حتى لو تاتا تي في مش عايزين البرنامج، هنروح لمحطه منافسه، في محطه فسح تي في، ممكن نديهم البرنامج، اكيد هيعرضوه، وما دام اسمها فسح يبقى اكيد عندهم اماكن للبرامج دي. خلاص ماشي. بيتك يخرب. اعمل لك ايه؟ انت مكسر نص مصر لغايه دلوقتي، اعمل لك ايه؟ يلا ما تفتح يالا. انا اسف يا دولا، انا اسف والله ما شفتهم. ما دولا عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه دولا؟ ممكن يعني اطلب منك طلب كده؟ اهو اطلب اي حاجه، بس ما تطلبش فلوس ولا تطلب اجازات. امال مين هيكسر لي في الاجازه بتاعتك؟ لا يا دولا، انا الحمد لله معايا فلوس وكل حاجه، انا يعني كنت عايزك يعني تكتب جواب لامي. انا اكتب جواب لامك؟ عيب يا رمز. عوك يخرب بيتك. امك دي يالا دي مرات عمي. يهبل. يا دولا لا يا انت يا عم دماغك راحت فين يا عم؟ انا قصدي انك انت تكتب لي انا جواب ابعته انا لام انا 12. انا حاضر يا سيدي، قول كده من الصبح. انا قلت برضو ايه ده، بيستهبل ده ولا ايه؟ ما لازم اقعد اركز في الكلام عشان تفهمني. اخلص. اكتب ادول. ايه لا عندك كحه يعني ولا ايه؟ لا انا جاي اهو دول. الى امي ام رمزي الحبيبه، يعني الشهامه والجدعنه والرجوله. رجولي دي يالا؟ حد يقول لأمه انها راجل يالا؟ انت ولا خش في الموضوع على طول. انا كويس يا ماما. بلاش يا ماما دي، انا دول اصل تزعل مني. بلاش يا ماما. انا كويس الحمد لله يا امي يا ست الحبايب يا حبيبه، برغم من ان دولا ابن عمي فلزه كبدي،
مطلع عينيا ويعني بكتب لك جوابات. انا غلطان؟ بتكتب لامك ان انا مطلع عينك يا لا تستهبل؟ ايه دول يعني اكدب على امي؟ اكدب على امك، اكدب على ماشي. شوف مين هيكتب لك جوابات تاني. شوف ماشي. مش عايزك تكتب يا عم، انا هقول لها في التليفون. هتقول لها في التليفون؟ قول لها في التليفون. اللي انت لابسه ده يا دول ده ايه ده؟ جمل. عمار لابس جمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده، معقولة كابتن ابراهيم سعيد؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا مش والله مش مصدق نفسي. اتفضل يا كابتن. اتفضل. اهلا وسهلا. دول مين الكابتن ابراهيم سعيد ده؟ بس يا معلش يا كابتن، اللي ما يعرفك يجهلك. وده بقى مش جاهل، ده ابو جهل نفسه. هو فعلا شكله ملوش دعوه بالكره خالص. والله ولا ليه دعوه باي حاجه حضرتك. لا لا لا، ايه اللي ماليش دعوه بالكره؟ لا انا على فكره بقى وانا صغير كنت بلعب انا والعيال زمايلي بيلي مسافات طويله. شفت يا كابتن بيلي؟ هو اخره بيلي اساسا. اخره بيلي، هو نفسه اخره بيلي. اجري يلا هتشرب يا كابتن. لا شكرا. لا 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 لا، لازم مش عايز والله. ولا روح هات كوبايه شاي في الجون يلا. ماشي يا دول. لو عندك واحد شاي في الجون وما ياكلش تسلل. اهلا وسهلا، منور يا كابتن. رب يخليك. كم التمثال ده بقى؟ التمثال اللي هو بتاع توت عنخ آمون ده. ده يا سيدي عشان خاطرك وعشان خاطر منتخب مصر ادولك ب 150 جنيه. انا عايز واحد مش عايز دست. واحد ايه حضرتك ودست ايه يعني؟ حضرتك ده متكلف جامد جدا. ده بس كفايه الالوان اللي فيه والذهب اللي فيه ده. انت هتشتغلني هو من الاخر 40 جنيه. 40 جنيه يا كابتن؟ معلش يعني عدم المؤاخذه، اللي يشوف حضرتك بتفاصل كده يعني يقول يعني معكش فلوس. بس انا اعرف يعني ما شاء الله، انا ما بحسدش. ان لعيبه الكوره دي اكتر ناس بتكسب. نكسب مين؟ كل الناس فاكره كده، مع اننا احنا مظلومين جدا على فكره. مظلومين؟ اما لو انتوا تبقوا مظلومين احنا ايه، نبقى اسرع حرب بقى. لا، اللي بيكسب فعلا السمسار. السمسار ليه؟ هو السمسار يعني عدم المؤاخذه هو اللي بيجيب البطولات؟ لا، ما هو بيجيب اللعيب، بياخد فلوس من اللاعب، وبياخد فلوس من النادي، وبياخد فلوس من اتحاد الكرة. إذا انت فاضل تقول لي بانه بياخد كمان فلوس من الجماهير بقى. فعلا، لو الجماهير اعجبت باللاعب ممكن الجماهير تديله فلوس. يا سلام، يعني السمسار يجيب لعيبه يديها للنوادي ويكسب هو فلوس كتير. بالظبط كده. طيب ممكن يا كابتن ابراهيم يعني اخد تليفون حضرتك يعني؟ مفيش مشكله، ده الكارت بتاعي. شكر اول ذوقك يا كابتن. ان شاء الله بجد انتظر بقى مني مفاجاه. والله يا دولا انت ابن حلال وربنا هيكرمك ان شاء الله. مالكش دعوه. ليه دولا؟ وانت بتتحشر في كل حاجه دي، انت مالك؟ احنا مش ولاد. ايوه يا استاذ عادل، طلباتك وامورك. ازيك يا فتله؟ تعالى. ازيك يا فتله؟ الحمد لله. ازيك يا راجل؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عايزك في حاجه مهمه قوي. كلام سر بيني وبينك، انا هبقى سمسار لعيبه يالا. اخيرا لقيت حد هيكتشفني. يا عيني، ده طلع اهبل يالا. بيقول لك سر، بيقول لك سر. قول لي انت عايز ايه يا استاذ عادل. بص يا سيدي، انا عايز اكتشف لعيبه يعني عشان اقدمهم بقى للانديه والمنتخب جمهوريه مصر العربيه. طب ما انا من جمهوريه مصر العربيه. لا انت بالنسبه لك مفيش مشكله، انا ممكن اظبط لك البوفيه بتاع اتحاد الكوره، تنزل مع سمير زاهر تنزل له شاي وقهوه وكده. يا سلام يا دولا على قلبك الكبير يا دولا. بس كده بقى انا تحت امرك. ماشي. تعرف ان هو لعيبه حوالينا في المنطقه ولا حاجه؟ انا هخدمك بقى خدمه العمر عليك وعلى الملواني. ايه الملواني ده، حرامي؟ لا ده كشاف. كشاف ايه؟ بينور يعني وكده اهو. يهبل، بينور ايه؟ الكشاف ده اللي بيكشف على النور ويشوف عندك كام كهربا وكده. لا ده كشاف لعيبه يا غبي. وده بقى الكارت بتاعه هيساعدك. الكارت ده اللي هيساعد؟ لا يلا، الملواني هو. انت بتتكلم ليه وكل حاجه تقشر نفسك فيها؟ وحس انك هتشغلني في اتحاد الكوره مع سمير زاهر، خد بقى الخدمه التانية دي. يا سلام يا ودي يا فتلك يا قلب كبير. اخلص اخلص انت. ها قول. في صاله جنبنا ممكن تاجرها وتقابل فيها اللعيبه بتوعك. يا سلام عليك. ده وحس ان انت اديتني بقى الخدمتين دول. خد يلا، خد دول معاك اهم. ايه 400 جنيه كل ورقه ب 200. عايزك تاجر لي الصاله دي وتملاها لي لعيبه قلم اللي عايزين يكتشفوا. يلا ماشي. طب وحس ان انا قاعد معاك دول، انا ماليش حاجه يعني في دي. ليك حاجه ايه؟ انت هتيجي معايا دلوقتي، هنروح نقابل الملواني ونتفق معاه ونشوف موضوع الصاله ونبتدي بقى نجهز اللعيبه عشان مصر. يلا هننزل نقطع فرق العالم كلها اللي في كاس العالم بتاعت افريقيا دي. يلا الله يا دولا، الله ربنا يكرمك. يعني انا هروح معاك دلوقتي؟ اه. عرفت هتيجي معايا فين؟ على كاس العالم. لا يلا هتيجي معايا عند الملواني. مين الملواني ده دول؟ اللي هو بيكتشف البتاع، اللي هو بتاع الكهرباء. الكهرباء ايه؟ هات هات هات. نبتدي نشرح من اول وجديد. ازيك يا فتل؟ ازيك يا استاذ عادل؟ عامل ايه؟ عايزك في كلمه سر يا لا. تعال
تعالى كابتن ملواني، تعالى خش اتفضل. شو لازمة التعب ده اخوانا؟ ما كنا قعدنا في البيت وخلاص. لا لا، ازاي تقعد في البيت ايه؟ بعيدا يعني على ان بيتك خلاص قايل للسقوط وممكن يتهد على دماغنا في اي لحظة. احنا عايزين نقعد نتكلم معاك هنا اهو في هدوء يعني عشان نستفيد من خبرتك في الكورة يا كابتن. صح يا دولا، هو واضح يعني ان الحاج الكابتن ملواني دون يعني خبرة قوي. طبعا يا ابني، الكابتن الملواني المفروض يتعمل له تمثال شمع في متحف الشباب والرياضة. انا كنت احسن واحد يلعب هاف باك سنتر فيرويد لفت يمين ولفت شمال في البلد كلها. إيه، ما كانش حد بيلعب في الملعب غيرك ولا ايه يا كابتن؟ تحتري عليا ولا ايه؟ ده انا جاي لك من زمن الكوره الجميل. طبعا زمن الكوره الجميل، انا بس حضرتك اتخضيت يعني لما قلت لي سنتر باك فيرويد اندري. يعني حضرتك طبعا اللعبه ايامكم كان غير العك بتاع اليومين دول. طبعا عك، احنا كنا ابطال حقيقيين. يعني مثلا ما كانش في تسلل خالص، كلنا كنا بنلعب بنفس راضيه ونيه صافيه. لكن دلوقتي اللعيب اللي وقع التاني. يا سلام عليك يا ملواني لما تلعب. يعني اللعيب اول ما حد يلمسه كده بس يقولك لا انا عايز اروح اتعالج في المانيا. على ايامنا كنت بلعب بقطن وشاش وصبغه يود وصبغه كاو وصبغه، كان معانا كل الصبغات، كان معايا شنطه كده صغيره زي شنطه المرور بتاعه دلوقتي، وكان فيها صن بلوك. اللعيب ياخد ضربه شمس انا ادير له على طول. الله الله الله، ايه ده الامكانيات دي؟ انا تقول الله، دول يعني ايه صن بلوك؟ صن بلوك اسمه صن بلوك دي، يالا ده نوع من البتاع المنشطات بتاعه. عشان مالكش دعوه مالكش دعوه، كمل كمل يا ملواني كمل. يعني اللعيب دلوقتي مثلا لما يجيب جول ويجيب جول صدفه حتى يقولك انا عايز فلوس. انا كنت بلعب في النادي بتاعي بلقمتي باكلي وشربي بس. الله يا كابتن الله، واضح طبعا من ساعه ما اعتزلت لسه ما اكلتش صح؟ بيهزر بيهزر. والله يا ملواني يعني مش عارف اقول لك ايه، بس اكيد حضرتك هتقدر خبرتك. عايزك بقى تساعدني في اختيار اللعيبه اللي هندربهم عشان نبيعهم لبقيه الانديه. بس انا ليا شروط. شروط ايه؟ عارف عارف، اكلك وشربك دول مقدور عليهم. سهل سهل. كل اللعيبه اللي هنجيبهم وهنمرنهم وهنبيعهم ليا فيهم نسبه. يعني انت طول عمرك شغال باكلك وشربك وهتيجي عليا تعمل لي ناصح يا ملواني؟ ده شرط. قلت ايه؟ ماشي، هديك 10%. 20% ومش هرجع في كلامي. 19% عشان ابقى ماشيك كلامي. موافق. لا بتهرج يا عادل، بتهرج اكيد. سمسار لعيبه ايه؟ تكونش فاكر نفسك محمود الجوهري؟ يا جهله يا جهله كرويا يا اللي مش فاهمه اي حاجه. الكابتن محمود الجوهري كابتن مصر طبعا، مدرب عظيم. انا بقى وضع مختلف، انا سمسار كوره مش مدرب، عشان تعرف ان انت جهله يعني. عادل، عيب قوي تسمسر على الناس عشان الكوره. يا ماما انت فهمت ايه؟ لا مش هسمسر على الناس، دي حاجه وحشه مش حرامي يعني، سمسار دي حاجه تانية. يو يو يا عادل، ما ينفعش يا حبيبي، علشان الموضوع ده عاوز حد يكون عنده خبرات، وانت اكيد ما عندكش اي خبرات. برافو عليك يا حماتي، عشان كده انا استعنت بواحد خبره بقى، الكابتن ملواني. يا ابني احنا ما نعرفش في الحاجات دي، ايه المطلوب مننا؟ انتوا مش مطلوب منكم حاجات كتيرة، انا هصرف على اللعيبة دي في الاول وبعد كده يعني ان شاء الله هكسب من وراهم كتير. شكلك هتكسب فيهم صواب. يو يو يا عادل، مش معقول انت هتصرف عليهم ازاي؟ كنت يا دوبك بتدفع فلوس هنا وبتصرف علينا بالعافية. بص يا حماتي، ده يعتبر مشروع زيه زي اي مشروع من مشاريع الدنيا كلها، اصرف في الاول لغاية ما ادرب اللعيبة، بعد كده ابيعهم واكسب من وراهم ذهب. لا ام سوري، اي دونت اندرستاند ا ثينج، من فضلك بقى فهمني بس. يا وش يا وش. بص يا حماتي، دي مسألة بسيطة خالص، اللعيبة دي محتاجين رعاية، أنا لازم أرعاهم وأدربهم وأكلهم وأشربهم، بعد كده أبيعهم للأندية هكسب من وراهم جامد جدا. طب ما تشوف لي كل واحد شقة بالمرة. لا ما ده هيحصل لما أنا أبيعهم بقى للأندية، الأندية هتجيب لهم شقق. دول ولا هيتباعوا في سوق الجمعة. يا ابني دول باين عليهم جعانين وفجعانين، بيضحكوا عليه. يا ماما يضحكوا عليا ايه يا ماما؟ بص هما فعلا جعانين، بس جعانين كوره، جعانين شهره، انا بقى دوري ان انا اوصلهم للعلالي. جبتك يا عبد المعين تعني. يا ماما انا عايزكم بس تعملوا اللي مطلوب منكم، من اول ما نبدا تدريب هبتدي انا اهتم بيهم وانتوا تنفذوا اللي عليكم وتجهزوا الاكل، لان انا هبتدي بقى تجهيز فريق مصر المرعب. يا كابتن دول، الكباتن بره ادخلهم ولا نتقل عليهم شويه؟ تتقل عليهم ليه؟ اصبر اصبر يا كابتن، ندخل العيال اللي عايزين يلعبوا؟ دخلهم بس واحد واحد بنزار.
حاضر حضرتك سمعت؟ واحد واحد بنظام يلا ماشي يا دولا ده كده هو بره كتير قوي الواد فاتلة باين عليه واد شاطر قوي انا مش همسكه بس البوفيه بتاع اتحاد الكرة انا همسكه البوفيه بتاع الفيفا يلا الله يا دولا يا ابو قلب كبير يا دولا قال بقول لك يا دولا ما تخلي الكابتن من لواني يكتشفني يا دولا ده انا على فكره كل اللي يشوفني يفكرني ابو تريكه يفكرك ابو تريكه ايوه يا دولا ده انا شبهه تيبيكال حتى بص يا دولا يا هبال انت فكرك ان ده ابو تريكه قال يا عبيط امال يا دول ده عمرو زكي يا غبي يلا يلا انت اساسا بالكتير شبه الملواني لا مؤاخذه يا كابتن نادي الناس يلا ماشي يا دولا ماشي يا كابتن ماشي يلا يا جماعه بقى واحد واحد وعايزين نظام ها عايزين الكابتن الاولاني يدخل يلا يا رمزي انا مش قايل لك دخل الناس واحد واحد مدخل لي خمسه مع بعض ليه معلش يا دولا ما انا لقيته بقى زحم المكان بره فقلت بقى اخف شويه من بره انا عبود الخطيب هداف الشرابيه دورتين ورا بعض عبود قصدك عبود على الحدود يعني عبود علاقتك ايه بالكوره علاقته واضحه هو والكوره شبه بعض يعني حضرتك ما تبصش لهيئتي حضرتك شوف مهاراتي انا التوينز بتاع زيدان شبهه شبهه يعني فعلا شبهه الصباع اللي انت بتشاور بيه ده شبه زيدان فعلا يا ابني المهاجم لازم يكون رشيق الحركة انا ممكن اخس كيلو ونص انت محتاج تخس طن ونص يعني يا كابتن مفيش امل يا كابتن ايه رايك يا كابتن والله يا كابتن انا شايف ان هو ممكن يبقى حارس مرمى كويس جدا لان هو لو وقف في المرمى مش هيبقى فيه ولا خرم حد يجيب فيه جوان يعني ربنا يخليك يا كابتن ربنا يخلي حياتك يا كابتن ربنا يخليك يلا يلا يا رمز اللي بعده يلا عناية يا كابتن دولة يلا يا جماعة الكابتن اللي بعده الكابتن اللي بعده ما هو دخل اهو يهبل يهبل انت مش شايفه ما انت لا اما تدخل لي خمسه خمسه لا اما تدخل لي نص نص يا غبي معلش يا دول اصل انا لقيت واحد دايس عليه بره يعني فصعب عليا معلش يا دول وده يبقى ايه ده حامل الرايه؟ لا اكيد الرايه اطول منه طبعا يا كابتن العين عليها حارس وانا بعون الله حارس مروه علي الحضري حارس مروة؟ حارس مروة يعني ايه ازاي يعني؟ أنا بلا فخر وبلا مجاملات عشان مالكوش عندي مجاملة، أنا علي الحضري حارس مرمى الشرابية والزاوية قصدك حارس مرمى القصارين تينكير تينشوكي بقى بص يا كابتن أنا عندي خفة حركة غير عادية، ده أنا كنت بنط الحضري في ديسك واحد كنت مع الحضري في ديسك واحد؟ وهو ما جالوش ديسك وطول وانت جالك ديسك قصرت ولا ايه معلش والنبي يا دولا والله العظيم شكله هيصعب على المهاجمين قوي على فكره وهيتعاطفوا معاه لا ده ما ينفعش جون خالص ليه بس بتعطل ابوس تيشرتك خدني معاك وانت طب ما انا عندي فكره يا كابتن ايه هي الفكره ايه رايك يا كابتن لو هو بقى مهاجم بتاع الفريق اكيد الفريق المنافس مش هيشوفه وهو عمال بيزرق من وسطيهم ويقدر يجيب جوان كتير فكره حلوه برافو عليك فكرة ايه بس ومهاجم ايه دولة طب ما فرقته بردك مش هتشوفه يعني هيروح الجون ومن غير كورة مش اشكال مش اشكال فرقته مش مهم تشوفه المهم هو يشوف فرقته انت بتعرف تشوف الناس نظرك كويس انا جايب لينسز بمحلوله لينسز بمحلوله ايه رأيك خلاص نتكر على الله الف مبروك انت المهاجم يا بتاع ربنا يخليك يا كابتن كابتن دولة يا ريك بابا عايز احترم يا ريك بابا كابتن دولة عناية يا كابتن عناية عناية يلا الكابتن اللي بعده دخلنا على سوق العبور ايه يا ابني انت جاي تشجع ولا ايه انا فرج الناشف وزير دفاع فريق جرجه وايه النهجان اللي انت فيه ده فاكر مثلا ان احنا ممكن نعمل لك ماتش اعتزال لا انا الكوره بتجري في دمي تجري ايه في دمك اذا كنت انت اساسا مش قادر تجري مين قالك ده انا ساعات بروح بلدنا ماشي طيب وبعدين ايه اللبس اللي انت لابسه انت فاكر نفسك رايح الغيط مفروض تلبس لبس رياضه انا بلعب في بلدنا كده اسمع الكلام وانت ساكت انت جاي من اولها لمضى اسمع الكلام اوامرك يا سعاده البيه اوامرك يا سعاده البيه يلا يلا بعد يا رمزي يلا خلينا يلا يلا مشغور والبس لبس التدريبات عناية يا دولا الكابتن اللي بعده السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام انا عثمان من السودان الشقيق واسم الدلع شوكولاته قصدك اسم الدلع شيكا بالا وجاي تحترف هنا ولا ايه يا عثمان يا ريت يا كابتن احترف عندكم هنا بس يعني خلاص خلاص سيب بياناتك عثمان سيب بياناتك السلام عليكم وعليكم السلام عسل 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 شوف لنا اللي بعده بس حاجة على كريمة كده ها عناية يا دول عناية الكابتن اللي بعده بالخطوة السريعة قالوا يا عمو أنا نفسي ألعب كورة بس بشرط ما تكونش تقيلة ممكن ولا إيه
في كوره ايه؟ يلا يا ابني يلا يا ابني روح العب بينج بونج. طب ممكن يا عمو العب بينج بس؟ لا انا ممكن انا بقى النجر. يلا يلا من هنا يلا. خلاص خلاص كفايه كده النهارده، واتصلوا بالناس عشان بكره نبدا التمرين. طب تفتكر يعني يا كابتن ملواني العيال دي ممكن يجي منهم نتيجه كويسه؟ طبعا انا هعمل لك من الفسيخ شربات. شوفوا يا رجاله، كل واحد فيكم لازم يعرف ان هو مشروع نجم، ونجم كبير كبير جدا، وان انا المدرب ومدرب كبير كبير كبير. ايه يا دولا كبير كبير اللي عمال يقولها دي؟ يا عم مفيش حد كبير هنا هون غيرك يا دولا. يعني انت بتقومنا عليه؟ هو يوسف كبير في السن مالكش دعوه. يعني انت مثلا كمهاجم قول لي ازاي هتتعامل مع الخصم؟ كمهاجم ربنا يستر وما يبقاش بقى ايه مكسب للخصم. انا عمري ما كنت مكسب لحد، انا لو ما ضرتكوش مش هنفعكم، انا مهاجم عندي حاسه الهداف، كل همي ازاي اجيب جون من غير ما حد يشوفني. ليه هتحط الجون في الضلمه؟ انا همشي بنصيحه الكابتن عادل ليا. ولا انا هتبناك، يالا انا معجب بيك، خد تعالى تعالى انا جايب لك السندوتش ده مخصوص. بص طويله قد ايه اهو، خد السندوتش ده مثل اعلى ليك يالا، السندوتش ده بيلعب عقله من زمان. يلا اتكل على الله. وانت يا عبود عبود. اه يا كابتن انا عايزك بقى كجون كده تقف جون مصحصح، قول لي هتعمل ايه. شوف يا اسطى، هو انا في خطه كده هعملها ان شاء الله حلمت بيها، ان انا هبقى مفوق جدا ومش هنام يوم الماتش خالص، وان شاء الله مفيش كوره هتخش الملعب. اهم حاجه يا عبود خلي بالك تفضل مصحصح جوه الجو، اوعى تقعد، لان انت لو قعدت ممكن اي جول يجي من هنا ولا يجي من هنا، يبقى مش عايزين اي ثقوب في الجول خالص. تقوم يا كابتن عادل تقوم. برافو عليك يا عبود. اما انت بقى يا ناشف، عايزك تبقى مدافع رخم وغلس وغتت وزنين، هتعمل ايه بقى يا ناشف؟ انا هراقب المهاجم من اول ما يطلع من بيتهم لحد ما الماتش ما يخلص، مش حسيبه. حلو 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 حلو، روح المخبرين دي راقبه من ساعه ما يطلع من البيت ووصله لغايه البيت. برافو عليك. اما انت بقى يا عثمان، عايزك تصحصح معايا لحسن يكون مصيرك دكه الاحتياطي. اه وبعدين لو فشلت كمان على دكه الاحتياطي هنشيلك بالدكه ونحطك قدام باب اي اماره يا عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه هتبقى بعد كده مصيرك وعليكم السلام. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله ان شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام. عمو عمو وانا هعمل ايه؟ تعمل ايه يا ولا؟ اول حاجه انت تبعد عن الناشف. ايوه والتاني حاجه انا مش طردك قبل كده يالا. وحشتوني. اطلع بره يالا، اطلع بره يالا، احنا ناقصين. لا اما بقول لك خليك خليك عشان لما الجمهور يجي يشتمنا يركز الشتيمه كلها عليك يالا. بص بص بقى بص ده يا كابتن، يا نهار اسود ده لعيب جامد جدا، شفته وهو واخد الكره على صدره كده. جامد ايه قصدك؟ على كرشه. ايوه ما هي دي صح يا كابتن. يعني بص انت بس شوف اختار وعايز كام لعيب عشان تدخله من المنتخب. اولا دول ما ينفعوش يلعبوا كره خالص، دول ما ينفعوش حتى يلعبوا دوره رمضانيه، خدهم وانا اديك فلوس. خدهم ايه؟ لا لا انت بتتكلم في ايه يا كابتن؟ انا فهمت انت قصدك على السعر. يعني عموما انا ممكن اديك اتنين لعيبه فوقهم لعيب هديه، وممكن اريحك في السعر. لا انت تريحني وتكسر الكاميرا دي خالص، واوعى حد يتفرج عليهم خالص. لاحظ يا كابتن انك انت بتكلم سمسار. وبعدين يا كابتن يعني معلش انا عملت بنصيحتك انا كابتن. لا الموضوع مش كده خالص، انت اللي فهمتني غلط. يا ابو الكباتن والله انا ياما قلت له ما تتسرعش يا دوله. اصل السمسار دوت عنده مكتب ووكيل لاعبين ومعترف بيه في الفيفا. الله يرحم زمن الكوره الجميل. انت هتفضل معديها؟ بقول لك ايه، ما اسمعش صوتك بقى ملواني. انت مش عارف قيمتي خالص، ولا حد في مصر كلها عارف قيمتي. انا هسيب مصر كلها وامشي، انا رايح الفيوم، رايح الفيوم على ابني كتاكين. اطلع بره. ما هو طلع بتطلعه بره بعد ما طلع. اسكت خالص، يعني ايه دلوقتي يا كابتن؟ يعني مفيش فايده. للاسف لا، عامل لك ايه، انت اللي فهمت كلامي غلط. معلش يا كابتن، معلش يا ابو الكباتن، يعني ما تزعلش، هو دايما بيفهم غلط كده. وبعدين ده ابننا برضك ومستنبي. ابننا برضك؟ ابن انت بتتكلم معايا على الكوره يا دي؟ انت بتفهم في الكوره يالا؟ ايوه بقى دول، انا مش عايز اتكلم، انا بفهم في الكوره واحرف منك على فكره. انت احرف مني يالا؟ يا ده انا اللي كنت بغلبك زمان، يا ده انا كنت بمرمطك يالا في الشارع. ايوه ايوه بقى مرت اللي كل انا كنت بحطها فيك وتحسبها عليا. مش كانت الكوره بتاعتي، كانت الكوره بتاعتي، يبقى انا احسب لك ولا ايه؟ زمان عايز خلاص خد الكوره اهي. يا سلام انتوا هتقعدوا تتخانقوا، وانا كل ما اخش مكان الاقي في خناقه. طب يعني هنعمل ايه دلوقتي يا كابتن؟ خلاص الكوره اتكتب الغطاس. ماشي الكوره اتكتب الغطاس.
يا ابني ما تبطل الدوشه اللي انت عاملها دي. اقفل الهباب ده. ايه يا دوله مش عاجبك ما تسمعش يا عم؟ مش عاجبك ما تسمعش وبتبوق معايا كمان؟ ولا غير المحطه يلا. ايه يا دوله هو ده يا عم ما بيطفيش ولا بيعلى ولا بيوطى. غير المحطه بقول لك. يا عم بقى له اسبوع لازق في المحطه دي. والله يا فندم انا بس جاي عشان الله. بتقول ايه؟ والله يا فندم انا جاي بس علشان انت جاي من بيتي. ده المحطه اتغيرت. شفت يا دوله؟ اسكت بقى. اسكت بقى يا دولة انا عايز المحطة دي بقى. انت بتنقي. اسكت. مساء الخير واهلا بيكم معانا النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم اهدي اخلاقك. معاكم الدكتور الشلبي شلبي. الراديو ده يا لاب سبعة ارواح ولا ايه؟ ايوة دولة اصل انا كل يوم بنقعه ساعتين في المية والصابون. صباح الخير مريض العزيز. مريضي؟ اقفل يا عم. مريضي ايه؟ طبعا كل واحد فاكر نفسه مش مريض وبيقول هو مين ده اللي مريض وبيقول كمان هو الدكتور شلبي ده خرف ولا ايه؟ ولا الراديو ده ملوش حل غير انه يترمي. هاتوا ده يترمي في الشارع بقى. هاتوا. اوعى تكون خفت وعاوز تهرب. الراجل ده قصدك انت؟ بس يلا بس اسمع كلامي للاخر وبعدين قرر. ماشي تفضل يا سيدي. ايوه كده اهدى. موضوع النهارده عن الوفاء بالوعد. جاتني رساله من المريض عين سين صاد بيقول انه فقد ثقه اسرته فيه وانهم ما بقوش يصدقوا حاجه بيقولها وبيعتبروا كلامه تحصيل حاصل. ده لانه لازم يبقى راجل شديد في بيته يعني مش اي كلام. صح يا دوله عندك حق. انت مالك انا شايف ان الراجل هو اللي بيوفي بوعوده. مشكلتك يا عين سين صاد بتكمن في انك ما بتوفيش بوعودك مع اسرتك وبالتالي فقدت احترامك وسطيهم. ازاي يا دولة الكلام ده؟ طب ما انت يا عم هون عمرك ما بتوفي بوعودك لحد يعني وبالرغم من ذلك اسرتك كويسين الحمد لله. بالرغم من ذلك انت بتتكلم ليه يا لا؟ ما تسكت يا لا. اسكت خلينا نشوف الراجل بيقول ايه. احيانا الواحد بيتهيأ له انه موفي بوعوده وما عندوش اي مشكلة لكن ده مش صحيح. روح واسأل اسرتك كنت تعرف هم شايفينك ازاي. اسألهم قبل هما ما يسألوش فيك. ودلوقتي مع السلامة. مع السلامة ايه؟ مع السلامة ايه؟ والراجل جاي يقلقنا وماشي ولا ايه؟ ايه يا دولة بقى يا عم تسيبه بقى يا عم. انت ايه اللي قلقان يعني في ايه؟ ايه اللي قلقان في ايه؟ ما هو قال لي كلام يقلق صراحة يعني ما ممكن يكونوا في البيت فعلا ما بيثقوش فيا. ما هو قال لك يا دولة روح اسألهم يا عم والمية تكدب العطشان. ممكن ابقى انا. ليه يا دولة ممكن تبقى انت ليه يعني؟ ما هو قال لك عين سين سقط. طب الراجل ده ليه ما قالش يعني عصص؟ لازم عين سين صاد. فاكر عين سين صاد يعني عصص؟ لا يلا عادل سعيد صابر عين سين صاد. يا راجل انا بحسبه اسمه عصص يعني. لا ما اي حد بيبقى له اسم حركي يلا. طب وانا دولة ليه برضو اسم حركي؟ طبعا. ازاي يا دولة يعني؟ يعني انت اسمك الحقيقي رمزي. اسمك الحركي يبقى جيم زين ميم ته مربوطة جزمة؟ بالظبط كده. رانيا انا كنت عايز اسالك يعني هو انت بتثقي فيا؟ هو انت خنتني يا عادل؟ معقوله يا رانيا خنتك ايه يا ماما؟ حكايه ان واحد يخون حد ده يعني بتبقى محتاجه تفرغ. الواحد يبقى فاضي زائد بتحتاج امكانيات وانا ما عنديش الامكانيات دي صراحه ان اخونك يعني. يبقى انت عايز تخني واول ما هتجيلك الفرصه للصفع هتصفع. انا عايزك تصفع عني يا رانيا لو سمعتي. خش في الموضوع يا عادل. رانيا هل مثلا انا مره وعدتك بحاجه وما كنتش على قد ثقتك بيا؟ طبعا انت عمرك ما وعدتني بالحاجه الا وكنت متاكده انها عمرها ما هتحصل. اساسا اول ما بتوعدني بالحاجه بينتابني احساس وشعور بالياس الشديد وبرفض اصلا الشيء ده انه يحصل. رانيا لو سمحتي ما توهنيش خليكي محدده. ايه اللي انا وعدتك بيه مثلا وما نفذتوش وما كنتش على قد ثقتك؟ عادل ارجوك مفيش داعي نخوض في المخاط اللي اتخاض فيه قبل كده. قصدك يعني بلاش نحكي في المحكي. ايوه
لا احكي بقى يا هانم، احكي اتفضلي وقولي لي ايه اللي انا وعدتك بيه وما عملتوش. اوكي، انت اللي جبته لنفسك. فاكر يوم عيد ميلادي وما وعدتني ان انت هتجيب لي عمرو دياب يغني اليوم ده، رحت جايب لي مغني مغمور اسمه توسن. ماله توسن؟ توسن ده زي الفل، هو في مطرب زي توسن؟ لعلمك بقى انا كشاعر يعني بتنبأ لتوسن ده انه هيعدي عمرو دياب. عادل لو سمحت مفيش داعي نتناقش في منطقة منقوشة قبل كده. منقوشة؟ بتلجأي للهجة اللبناني يعني عشان تتوهيني في الحوار؟ لا يا ماما، أنا حافظ لغات كويس. أوكي يا عادل، خد عندك دي كمان. فاكر لما قلت لك إن أنا عايزاك تشتري لي عربية، قلت لي على أول الشهر هجيب لك عربية 4x4 موديل السنة؟ حبيبتي دي ما تعتبرش وعود، دي تعتبر اشتغالات. هكس بضحك عليكي، لكن أنا عايز مثلا وعود اللي أنا بنفذها. يعني مثلا هل مرة طلبت مني ربع كيلو جبنة رومي وأنا ما جبتهوش؟ هل مرة طلبت مني نص كيلو زيتون محشي مثلا وأنا أكلته في السكة وجبت لك الكيس فاضي؟ أنا كده فهمت حضرتك، حضرتك عايز تنزل لقاع. أوكي انا هنزل معاك لقاء يا عادل. اخر مره حصلت حاجه من اسبوعين، طلبت منك يا عادل ان انت تخرجني تعشيني بره. ايه اللي حصل صراحه؟ يعني كبرت دماغي وما خرجتكيش. يعني اديك رديت على نفسك. هل تعتقد يا عادل يا ابن حماتي انعام بعد كل التجارب المريره اللي مرت على مدار السنين اللي فاتت اقدر ازرع ثقتي فيك؟ وليه يا حبيبتي نلجأ للزراعة إذا كان الموضوع منبت لوحده وانجلته باينة؟ تقصد تقول إن إحنا محتاجين نتعامل مع الأسمدة العضوية النيتروجينية؟ ممكن ما نلجأش للأسمدة، ممكن مثلا نلجأ للري بالتنقيط. بس انا مش فاهمه يعني ايه موضوع التنقيط ده، ممكن تفهمني؟ يعني مثلا لو انا عزمتك في مطعم زي ما انت عايزه، هل بعد كده هتنقطينا بسكاتك؟ على حسب نوع العشاء والمكان بتاع العزومه. خلاص، مكان فاخر ان شاء الله. عدد 1 عشاء فاخر في مطعم فاخر لرانيا. اوكي. ثقة ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ الثقة يا سناء، الثقة يعني لما حد بيبقى واثق في حد ان هو هيعمل حاجة طلبها منه ويبقى واثق ان هو يعملها له يعني. طب ما دي حاجة انت ابعد ما يكون عنها. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ انا ما بوجهش كلام ليكي. ماما انت بتثق فيها ولا لا؟ من ناحية ايه يعني؟ يعني هيكون من ناحية ايه يعني يا ماما؟ هتكوني بتثق فيا من ناحية اليمين وما بتثقيش من ناحية الشمال؟ بتثق فيا من ناحية التعامل؟ ليه يا عادل عايز تنقش في المنكوش؟ ايه الحكاية دي؟ واحدة تقول للمنقوش والتانية تقول للمنكوش، هو في ايه بالظبط؟ هو ايه اللي في ايه بالظبط؟ يعني تفضل ساكت وتسيبنا احنا ساكتين بدل ما تجيب لنفسك الكلام؟ لا أنا عايز أجيب لنفسي الكلام وأنت ما تتكلميش لو سمحتي، خلي ماما هي اللي تتكلم. يا عادل ليه عايز تفتح على نفسك فتوحة؟ افتحي يا ماما، الورقة والقلم موجودين أهي، وعايز بس أعرف أنتوا في حاجة مضايقاكم مش واثقين مني فيها. ماما بصي، هو اللي جاب لنفسه عمال يقول افتحوا افتحوا، اديله بقى في جنبه ما ترحموش، بس سيبي لنا الظهر والسنين. معلش يا ابني على عيني. فاكر لما كنت في ابتدائي وجبت لك كشكول وقلت لي انك انت هتخلصه على اخر السنه وخلصته قبل سنه ما تخلص؟ ماما كشكول ايه يا ماما؟ كشكول ايه؟ ماما اولا ده ما كانش كشكول، دي كانت كراسه 30 صفحه، ثانيا سناء كانت واخده لها صفحتين من النص، ثالثا انا خلصت الكراسه دي قبل ما الدراسه تخلص باسبوع، رابعا ابتدائي ايه يا ماما؟ ابتدائي ايه ده؟ انا بقيت زي الشحط جايه بتفكريني بابتدائي يا ماما. ماما قصدها ان اللي فيه طبع ما بيغيروش يا عادل. طب فاكره انت يا سناء لما وعدتك ان انا هجيب لك العقد الاصفر فازرق اللي احنا شفناه في بوتيك علا انا وانت؟ وعدتني وما جبتوش. ومش هجيبه، مش هجيبه. وعايزك بقى ما تثقيش فيا يا سناء، الغيني الغيني من حساباتك. الغيك يعني هلغي في الملغي اساسا. سناء لو سمحتي ما تتكلميش، انا بتكلم مع ماما. ماما افتكري اي حاجه تانية يا ماما غير موضوع الكشكول ده يا ماما؟ يعني في حاجه انا وعدتك بيها وما كنتش قد الثقه يعني؟ فاكر لما وعدتني انك تخرجني في المطره يوم اجازتك وما خرجتنيش وانا بحب الخروج في المطره؟ يا ماما ما هي ما مطرتش يوم اجازتي يا ماما، ساعتها بقى مش مفروض ما تثقيش فيا، مفروض ما تثقيش في الجماعه بتوع الارصاد الجويه، ليه تاخديني بذنب الارصاد يا ماما؟ ماما طيبه وغلبانه وما بتعرفش تتكلم على حقوقها، تحب اقول لك انت وعدت ماما بايه وما وفيتش بيه؟ لا ما تقوليش. لا هقول، لا هقول، لا هقول. فاكر في عيد الام اللي فات لما وعدت ماما انك تجيب لها بلطو عشان ينفعها في الشتاء؟
ازاي الحكايه دي راحت عن بالي؟ البلط الصوف ايه ده وانا ما جبتوش؟ لا بس يا ماما فاكره انا ساعتها بقى جبت لك جوانتي وكان صوف برضو. جوانتي ايه يا ابو جوانتي؟ جوانتي ايه اللي بخمسة جنيه ده من عند الفرشه اللي قدام بوتيك علا؟ ده انت كان بينك وبين البوتيك خطوتين، لو ما اديت رجلك كده كنت دخلت البوتيك وجبت لمامتك حاجه عليها القيمه من البوتيك الشيك. خلاص خلاص خلاص، ادي بلطو صوف انجليزي لماما. وعقد الاصفر فزق لسناء. ماما ما تضغطيش عليا زياده عن كده، انا مش عايز اجيب لسناء حاجه. ماما انا ما بحبهاش يا ماما. يا عادل عشان تثق فيك. ماشي ادي اهو اسمه ايه ده، عقد اصفر فازرق لسناء، بس هجيبه بقى من على الفرشه اللي قدام بوتيك علا. لا من مكان الشيكي وبوتيك علا. مش هجيب من البوتيك. لا بوتيك علا. من الفرشه. ماما مش هجيب من البوتيك علا. يا ماما من البوتيك علا. وعودات ايه يا عادل؟ احنا سكتانين بمزاجنا، وبلاش بقى تبلف في المبلوف. تبلف في المبلوف؟ يا نهار ابيض، انتوا بتتعلموا الكلام ده منين؟ ابي يا عادل، الثقه محتاجه وقت كبير عشان تتكون بين الطرفين. يا سلام، ده على اساس ان انت بتكلمي يعني زميلك في الجامعه طرفين ايه يا نجلاء؟ بص بقى يا عادل، احنا هنكلمك بصراحات، واوعى تفتكر ان في استغلالات. لا طبعا يا حماية، انا عارف ان انت استحاله تستغليني طبعا. من فضلك يا عادل، انا عايزه دولاب بدورين، دور لي ودور لنجلاء. وانا كمان عاوزه مرايه طويله مترين عشان اعرف اشوف لبسي كله مش نص ونص. وبعدين بقى انا عايزه اغير كل الاضاءه اللي في الاوضه واعملها اندايركت لايت. وانا عايزه ورق حيطه للاوضه. بصوا واضح ان الطلبات دي لسه مفكرين فيها انتوا دلوقتي حالا. يعني بالنسبه للاتوبيس ابو دورين. ايه اتوبيس ايه عادل؟ انا بتكلم على دولاب. والله ما تفرق، اتوبيس بدورين، دولاب بدورين، سرير بدورين، كده كده مش هجيبه، فما تفرقش يعني. طب والمرايه المترين؟ يا نجلاء، مرايه مترين هتضحك عليا انا؟ انت اساسا متر وخمسة سنتي، عايزه مرايه مترين تعملي قصادها ايه؟ تقعدي قصادها انت واحده صاحبتك طويله مثلا؟ طب خلاص خلينا في ورق الحيط. ورق الحيطه ايه بقى؟ هتكتبي عليه محاضرات ولا ايه؟ يا جماعه انا بسالكم، هل في حاجه انتوا طلبتوها مني قبل كده وانا ما جبتهاش؟ مش بقول لكم ايه اللي انتوا نفسكم فيه وانا مش هجيبه؟ اوكي يا عادل، في قفشات دلوقتي انا قفشتك فيها. ها؟ انت فاكر يوم ما وعدتني فالنتاينز داي انك هتجيب لي الكتاب بتاع الشعر الكبير قوي نايلان هتلر؟ هتلر ده بالذات ما قدرتش اجيبه يا حماتي، لان ممكن يتقبض عليا بيه صراحه يعني. يبقى انت كده بقى وعدت وخلفت. خلفت فعلا، اللي خلف ما ماتش. وعدت واخلفت يعني تقصدي؟ ماشي ما بس هجيبه ادي اهو، كعدد واحد كتاب نايلون هتلر هتلر هتلر. واكتب عندك كمان عاوزه لينسز الترا جراي اصلي. انا وعدتك بيها قبل كده دي ولا ايه؟ ايوه السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. لينسي لينس التا. لا بصي ممكن تكتبيها انت عشان لو انا كتبتها اجيب لك حاجه غلط مثلا للودان ولا بتاع. عدد واحد عشر رومانتيكي في مطعم فاخر، عدد واحد بلطصوف، عدد واحد عقد اصفر فازرق من على الفرشه، عدد واحد كتاب نايلون هيكلر. بابا عايزه ايه يا ياسمين؟ انا مش بثق فيك. ده انت سمعتينا بقى. ايوه ابو، عايزاك تجيب لي البقى اللي انت وعدتني بيه. بصي يا ياسمين يا حبيبتي، بلاش 13 في الملطوش عشان ما بهدلكيش ولطوشك، ابعدي عني. لا بقى مش هبعد. اسمعنا، ماما نقشت في المنقوش، وتيتا انعام نكشت في المنكوش، وتيتا مجيده بلفت في الملبوف. الملبوف؟ يا نهار ابيض. لا طب ماشي، اتفضلي حضرتك اتفضلي حضرتك، التوشي في الملطوش، ايه طلباتك؟ وعدتني بعجله وما جبتهاش، وعدتني بلابتوب وما جبتوش، وعدتني بموبايل وبرضه ما جبتهوش. ده احنا كده عدينا مرحله اللطش في الملطوش ودخلنا على مرحله النفخ في المنفوخ. عشان الثقه ولا ايه؟ ماشي الثقة. طب ممكن يا ياسمين يا حبيبتي يعني نقسم حكاية الثقة دي، ممكن نقسطها؟ يعني ايه؟ يعني الأول أجيب لك العجلة، ها؟ عشان ما نبقاش بنتلف في المتلوف. أبوس إيدك يا دول، لما توفيش بوعدك معايا.
لا يا رمزي، لا 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 لا، انا وعدتك لازم اوفي بوعدي يا ابني، انا عايزك تثق فيا، ما دام وعدتك هرفدك هرفدك، لازم تثق يا ابني. يا دوله انا مش عايز اثق فيك خالص يا دوله. يعني ايه؟ لا 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 لا، انا لازم اوفي بوعدي وخلاص. انا وعدتك ان ارحلك على بلدكو، تذكره الميكروباص حجزتها، تاخدها وتتكل على الله، روح بلدكو يا رمزي. يا دوله يا دوله، ابوس ايدك يا دوله والنبي يا دوله، خليك يا عم انسان منافق وكذاب وغشاش وخلاف للوعود يا دوله، ولو لمره واحده بس في حياتك. يعني عايز نعمل ايه؟ عايز نعمل ايه؟ ابيع ضميري؟ ابيع اخلاقي؟ ابيع قيمي ومبادئي؟ اشتريهم انا منك يا اخويا. واذا كان على الفلوس يا عم ما تحملش همهم يا دولا. ما اعملش همهم ليه؟ انت محوش يا اد ولا ايه؟ دولا بقى حاجه بسيطه كده على قد ما قسمت يعني، وكنت محوشهم علشان لما تقل باصلك بيا. اقل باصلي يعني على اساس ارفدك. محوش بقى كام يا نصاب يا حرامي يا لص؟ هم تدولها هم تخويا 8 جنيه وربع دول. 8 جنيه وربع محوشهم من ورايا؟ يا حرام يا لص، 8 جنيه وربع، ده انا ابن عمك يا رمزي، بتسرقني يا رمزي، 10 سنين معايا في البازار ومحوش مبلغ ضخم زي كده، 8 جنيه وربع. هتعيط؟ هتعيط؟ ليه؟ انا عملت لك ايه يا ابني؟ ده احنا كلنا بنحبك يا رمزي، بنحبك وبنقعد نقول لك ارقص يا رمزي، كسر يا رمزي، في النهايه عايز تحترف في بازار تاني في سويسرا. مين وراك يا؟ عدد واحد عشا رومانتيكي في مطعم فاخر. طبعا يا رانيا، يعني انا سالت على حكايه العشا في المطعم الفاخر ده، لقيته هيكلف على الاقل 500-600 جنيه. يا بلاش. يا بلاش طبعا طبعا حضرتك، يا بلاش، لان انت مش دافعه حاجه من جيبك، انا اللي غرمان كل حاجه يعني. عدد واحد بلطو صوف عشان ماما. ماما انا سالت على البلطو ده، لقيته في بوتيك علا ب 500 جنيه، غير الخمسة جنيه بتاعه العقد الاصفر فازرق بتاع الاخت سناء. يعني الفلوس دي كلها هجيبها منين؟ هجيبها منين؟ طبعا هتجيبها منين عشان خاطر سناء، لكن ال 500 وال 600 اللي بتطلعهم بالهبل كده ده عادي. سناء لو سمحتي بعد اذنك ما تقاطعنيش، اما يجي دورك في الكلام ابقى اتكلمي براحتك. بالنسبة بقى لعدد واحد كتاب نايلون هيكلر، حماتي معلش أنا سألت على الكتاب ده، لقيت إن في صعوبة يدخل مصر، من الممنوعات، ما ينفعش يدخل لنا خالص، لكن في واحد هقدر أجيبه منه بألف جنيه بس، أي حد ممكن يروح يستلمه من حلايب. ما يا عادل برضو المثقفات محتاجة لتضحيات. تضحيات؟ طب وأنا أضحي ليه؟ ابعتي الهانم تروح تستلمه هي من حلايب. حضرتها طالبالي عدسات لونها مش موجود أصلا، مفيش بني آدمين لون عينيهم كده يعني. إيه ده؟ لا في طبعا، مهاب صاحبي في الجامعة، ده مامته صربية وبابا صومالي. مامته صربية وبابا صومالي؟ طب يحمد ربنا ان هو عايش لغاية دلوقتي يعني. العمار بيد الله يا عادل. ايوه ماما على رأيك. المهم يا جماعة، انا عايز اقول لكم ان انا كان نفسي بجد، كان نفسي اجيب لكم كل طلباتكم، مش بس الطلبات اللي انتوا طلبتوها مني، انا كان نفسي اجيب لكم اكتر من كده، كان نفسي اجيب لكم اي حاجة حتى انتوا بتفكروا فيها، مجرد ان انتوا بتفكروا بس. انا اعمل ايه؟ انا معيش فلوس اجيب لكم كل الحاجات دي. انا كل اللي احتكم عليه في دنيتي هم 8 جنيه وربع بس، جايبهم من واحد بدون ذكر اسمه، يعني اسمه رمزي. احنا مصدقينك يا عادل وبنثق فيك. ربنا يخليك لي يا ماما، ربنا يخليك. انا مش عارف اقول لكم، انا اسف يا جماعه، انا اسف. No, انا اسف. نو 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 بليز دونت سي سوري يا عادل. بصراحه احنا لما طلبنا المتطلبات دي احنا كنا بنستغلك يعني علشان المصلحات بتاعتنا. ربنا يخليك لي يا حماتي، ربنا يخليك لي، يعني بشكرك على الصراحه اللي انت صريحه فيها دي. ماشي يا بيبي، بالنسبه للعشاء الرومانسي اللي انا كنت طالباه مش ضروري يعني يبقى في مطعم فاخر، يعني ممكن احنا نبعت نجيب 2 كيلو كباب وكفته وفرختين وحمامتين وشويه سلطات وشوربه ونتعشى في البيت بقى. هو ده كده يبقى عشاء رومانسي؟ ده كده رومانسيه الجوع يا ماما. عادل انا ممكن اريحك واقول لك تعمل ايه علشان ترضينا. انت بالذات ما تتكلميش خالص يا سناء. انا بقول لك اهو، انا لو معايا مليون جنيه مش هجيب لك العقده ابو 5 جنيه اللي انت بتقولي عليه ده. يا جماعه هرعاوز ظروفي، يا جماعه هرعاوز ظروفي لو سمحت. اطمن يا عادل، احنا مراعيين ظروفك وعارفينك كويس، واللي ما تقدرش تجيبه السنه دي تجيبه السنه الجايه، المهم نكون مع بعضينا. ربنا يخليك يا ماما، فعلا لازم نكون مع بعضينا. يعني انتوا مش زعلانين مني؟
بجد يعني؟ لا. اوكي اوكي. بابا. ايه يا ياسمين؟ انتوا جبتوني ليه؟ اهو فراغ بقى يعني، ما لقيناش حاجه نعملها قلنا نجيبك يعني. طب انتوا جبتوني ازاي؟ يلا بابا بجد انتوا جبتوني ازاي؟ جبنا بقى ايه شويه سكر ورفعنا السجاده وحطينا السكر تحت السجاده، جينا الصبح لقيناكي على طول. طب انتوا لقيتوني تحت السجاده ولا لقيتوني على الكنبه؟ ياسمين ياسمين بصي الساعه كام دلوقتي ولغايه دلوقتي لسه صاحيه؟ اتفضلي خشي نام. يلا خشي نام، تصبحي على خير. عايزه الموبايل بتاعي تعملي بيه ايه يعني؟ هتدي للميس بتاعتك ميس ديكول عشان مثلا تقول لنا ان انت حليتي الواجب؟ انا شايف ان دي احسن طريقه للتواصل تكنولوجيا وحل الهوم ورك بالاضافه للتواصل الانساني ما بين التلميذ والاستاذ. يعني انت رايك ان الجماعه بتوع التربيه والتعليم يسيبوا التعليم بقى ويشتغلوا في كروت الشحن؟ لا يا بابا، انا عاوزه الموبايل بتاعك عشان اخده معايا الفصل. اشمعنى نرمين؟ قصدك ميس نرمين يعني؟ لا يا بابا، نرمين دي صاحبتي، معاها موبايل بكاميرتين بتصورنا بيه في الفسحه. طب ما دام الموبايل بتاعها بكاميرتين، انت خدي كاميرا واديها كاميرا. ياسمين انا 300,000 مره اقولك لو سمحتي ما تبصيش لحاجه غيرك. يمكن ما تعرفش ان الموبايل ده بتاعها مثلا كان في الجراب ولا حاجه يعني. لا لا يا عادل، لا، المبدا لا يتقطع يا عادل، ده مبدا. صح 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 يا رن. بصي بقى يا ياسمين يا حبيبتي، انت ما تبصيش لاي حاجه بتاعت اي حد، لان مثلا ممكن دي تجيب كاميرا النهارده، الثانيه مثلا ممكن تجيب مكنه تصوير مستندات، الثالثه طياره توصلها لغايه المدرسه، ما لناش دعوه بحد. اشمعنى انت يا ماما يعني طلبتي مكنه كابتشينو من بابا زي بتاعت ام ميرفا؟ انت شفتيني جبتها لها؟ انت ما تعرفيش اللي حصل بيني وبين ماما يوم ما طلبت الطلب ده. عادل يا عادل، لو سمحت انت وعدتني ان انت تجيب لي مكنه الكابتشينو في عيد العمال. طيب وعيد العمال جه، انت شفتي فيه اي نسبه مثلا زادت على اجر العمال؟ اما يجي عيد العمال ان شاء الله. يا هاني افهم، كل اللي معايا 100,000 جنيه ومعرفش اذا كانوا هيكفوني الاسبوع ده ولا لا. ايوه طبعا لازم نقلل من خروجاتنا. انجي صاحبتي، اهلا وسهلا. لا طبعا مش للدرجه دي، الويك اند بتاعتنا هنقضيها زي كل اسبوع في فرنسا. هو ده اعلان موبايلات ولا انا مش فاهم حاجه؟ بقول لك انجي صاحبتي. يا ست عرفنا ان هي صاحبتك، انا مش عارف يعني بتصاحبي دايما اللي اقصر منك ليه يعني، ومع ذلك عرفنا ان دي انجي وانها صاحبتك وان هي مرتبطه بهاني مش علي. استني استني، مش دي انجي بنت محسن رستم اللي هو اكبر واحد صاحب كره مشاتي ومصايف جزر الكاريبي؟ جزر الكاريبي بقى واللي حواليها اللي هي هونولولو وراس البر ودمياط الجديده. طبعا طبعا هو ليه استثمارات سياحيه في كل انحاء العالم، بس يا خساره بقى طلع اب مفتري. تصوري انه اتجوز السكرتيره بتاعته بعد ما مامتها ماتت. يا بنتي معروفه 99% من مديرين العالم تزوجنا بالسكرتيرات بتاعتهن، علشان كده انا ارفض رفضا باتا ان عادل يجيب اي واحده بنت سكرتيره عنده. طبعا انا اجيب سكرتيره ليه؟ انا كفايه رمزي مكفيني بغباوته يعني. بقول لك ايه، سؤال يعني، هي شحنه كارت بكام؟ كارت ايه يا ابي؟
ده باباها صاحب شبكة المحمول الرابعة. طب خليه بقى يجيب لي موبايل بكاميرا. بنت قلنا ايه؟ ما نطلبش حاجة في ايد حد. بقولك ايه، هو ممكن يظبطنا يعني نمر مميزة؟ بصي يا ابي، هي دلوقتي متخانقة مع باباها وجاية هنا اسبوع واحد بس تريح اعصابها وراجعة تاني. اوكي باي باي. معي. هاي هاي نجلة، استقريتوا هنام في انهي اوضة؟ طبعا في احسن اوضة، الاوضة دي. طب انا سو تايرد، هخش انام ولما اصحى تكوني جهزتي لي حمامي السخن. اوكي. لو سمحتي انكل. نعم. شنطتي في شنطة العربية، ممكن تنزل تجيبها لي؟ نعم. اللي بيحصل ده معقولة يا رانيا؟ هتيجي تقعد عندنا هنا؟ تقعد عندنا فين؟ وانا ناقص ده، انا عايش في سيرك يا ماما. ديش وطي صوتك يا عادل، البنت هتسمع برا. انا عايزها تسمع. وبعدين انا تقول لي انزل هات لي شنطتي من شنطة العربية، انت سمعتيها وهي بتقول لي؟ يا بيبي هي مش كان قصدها خالص، ده هي شافتك الحمد لله كده، انت الوحيد اللي في البيت مفتول العضلات وذو منكبين عريضين، فقالت انت الوحيد اللي هتنفع في المهمة دي. يا سلام، طب ما عندك الجماعة بتوع ابطال كمال الاجسام، ولا الناس اللي بيشيلوا حديد، ولا اللي بياخدوا بطولات وميداليات، بعد كده بقى دول يروحوا يشتغلوا في محطة مصر شيالين بقى. عادل يا حبيبي، فين اخلاق ابن البلد؟ فين اخلاق الحارة المصرية؟ حارة مصرية؟ عايزانا افرجع على اخلاق الحارة المصرية؟ هخرج افرجها حالا. وبعدين دي بنت دلوعة اساسا، ما تروح تقعد في اي جزيرة ولا فيلا ولا قصر من قصور ابوها. يا عادل ده عمل انسان يا عادل. انسين انت يا رانيا، انا ماليش دعوة بالموضوع ده، وبعدين انا مش مسؤول عنها يا ستي، دي مسؤولية، بنت تيجي تقعد عندي في البيت دي مسؤولية. اخس عليك يا عادل، حرام عليك يا عادل، انت مش حاسس بالمأساة والمعاناة لان جالها مرات اب. مالها مرات الاب؟ احنا شفنا ايه غلط من مرات الاب؟ مرات ابوها هتعمل لها ايه؟ هتبعتها تجيب لها جاز مثلا، ولا تبعتها مثلا تعمر لها ابور الجاي؟ يعني في ايه؟ في ايه معادي يعني؟ خلاص يا عادل، البنوته جايه تقعد عندنا اسبوع عشان تريح اعصابها وهتمشي. لعلمك كل اللي جم هنا اهو اللي قاعدين بره وعاملين للسيرك دول، كلهم كانوا جايين عشان يريحوا اعصابهم لمده اسبوع، وبعدين لبدوا يا ماما لبدوا. انا متاكده انها هتمشي، عارف ليه؟ لان الاحصائيات العلميه العالميه بتقول ان 99% من مديرين الشركات يتزوجن بسكرتيراتهن بيطلقهن بعد شهر. انا مش فاهم الاحصائيات دي انت بتجيبيها منين، وانت الوحيده اللي بتقري الحاجات دي في الكتب يعني. وبعدين افرضي بقى ابوها طلق السكرتيره بتاعته دي، هتيجي تقعد هي كمان عندنا هنا ولا ايه؟ خلاص يا عادل عديها يا حبيبي. ماشي يا رانيا عديها، بس لعلمك بقى انا مش هنزل اجيب شنط من شنط العربيه عشان خاطري يا عادل. مش هجيب الشنطه بتاعتها، وكلمتي لا يمكن تنزل الارض ابدا. عادل خلاص، المره دي هتنزل الارض، المره الجايه لا يمكن تنزل ابدا. الموقف اللي انتي عملتيه معايا ده مش هنساهولك ابدا. يعني بعد كده هتاخديني معاك يا سيف في جامايكا؟ طبعا بعد الموقف ده هاخدك معايا في كل حته. يس. انت يا جزمه، انا مش قلت لك 100 مره لما تطفحي وتخلصي طفحي تغسلي مكان ما طفحتي، ولا اروح اجيب حد من الشارع يلم زبالتك؟ مش انا اللي كلت. حتى لو مش انت اللي اكلتي، انت ازاي تخلي الخدامه تكلمك بالطريقه زي دي؟ خدامه؟ انا خدامه؟ دي ليلة باباكي كوبيا. تعاليلي بقى، تعالي اوعيلي. الحقولي الحقولي، امن ده انت لو جبتي امن المركزي مش هيقطعك من ايديا. ايدي ده الاصواتات بتاعتكوا جايه. بس هشت، ايه ده؟ ده انا هقطعها، ده انا هنسلها حتت حتت كده. الخدامه دي عاوزه تضربني يا طنط. خدامه ليه؟ شايفاني ايه؟ لابسه قمط على دماغي ولابسه بنطلون كاستور ومشمراه. لا يا حبيبتي، ريسكو سابق كتير، مش معقول ده اكتر من كده. بصي على منظرك، انت اسخن من الخدامه، بصي على منظرك. انا كنت لابسه اللبس ده عشان كنت بنظف البيت. تنظفي البيت؟ لا معلش بقى، عشان دي ضيفه عندنا. ضيفه ايه دي؟ منظر ضيفه دي ديت ليها ضرب عرفي، وهربانه من الولا، وهربانه من ابوها. ما هي الزباله دي، ما تجيبش الا الزباله دي. اوه دي فالجر قوي. وكمان بتقولي لي فالجر؟ بس بس اطلعي بره. انت مش بايته عندنا؟ استني عليا بره. افتي دي بوظت لي اعصابي.
معلش يا انجي حبيبتي، حقك عليا. بليز يا طنط، ممكن تعملي لي عصير توت بسرعه عشان اريح اعصابي؟ بس ممكن تغسلي الكوبايه كويس؟ شوفوا توا انت فين؟ انا اغسل الكوبايه. مجنونه انت، دي مجنونه، ضربوها برا. خلاص عشان خاطري. السلام عليكم. عادل بص يا عادل، بص انت تشوف لك صرفه مع البنت اللي اسمها انجي دي. يرضيك انها تطلب مني لما عليها الجزمه؟ ليه وانا بشتغل ايه؟ عادل انا اختك سناء، بشتغل ايه؟ بشتغل خدامه. وانا حاولت ان انا اعلمها الادب، لكن دي بنت قليله الادب. انا شغلني طبخه جامي. ويا ريت الوجبات اللي بنعملها بتعجبها، الا في الاخر بتسخر من وجباتي ومشروباتي. مادام بتسخر من وجباتك ومشروباتك، هبتدي بجد بقى في الفتره اللي جايه احترمها ان شاء الله. احترمها؟ ده انت كده بتشجعها. انا برضو اللي بشجعها يا ماما. مش انتوا اللي قعدتوا كلكم تتحايلوا عليا وعملتوا لي فيها الام المثاليه؟ عادل اخشى ما اخشاه انه يحصل تاثر عاطفي استهلاكي النزعه، بس ان البنت يا حبيبي سلوكها استفزازي فعلا. يا عادل دي بتصرف في حوالي 300 دولار في اليوم، وانا بصراحه خايفه على البنات يحاولوا يقلدوها ويبصوا للحاجه اللي معاها. بص بقى يا عادل، لغايه كده وكفايه انا خالص بقى. يا ريت بقى تعرف تصرفها. اصرفها ايه دي؟ على اساس ان هي ايه؟ العفريته انجي؟ فين بنتك نجلاء؟ يا نجلاء، نجلاء. ايوه يا بيه، ممكن بس تديني 10 دقايق لحد ما اخلص كوي هدوم انجي احسن قربت تزيد. اولا صاحبتك دي بقى لها اسبوع قاعده عندنا ينبر طعم في الشقه، لا المشكله اتحلت ولا ابوها سال اصلا. يا بيه انت مش فاهم، اصل باباها كان في شهر العسل. يا سلام، يعني ابوها يقعد في شهر العسل وانا افضل هنا اخرط في بصل؟ ما تروح تقعد يا ستي في اي فيلا ولا اي قصر من القصور بتاعتهم. اصل هي نفسيا مش قادره تتحمل انها تقعد مع مرات ابوها في بيت واحد. يا سلام. بصي انا من الاخر كده، انا خلصت كل رصيدي من الجدعنه والشهامه بتاعت اولاد البلد. هاتيلي نمره ابوها عشان اكلمه واحرك عنده غريزه الابوه شويه. حاضر، اول ما انجي تيجي هجيب لك الرقم منها. هاي عليكم. وعليكم الهاي يا سيدي. دول الناس اللي انا قاعده عندهم. مش بطلين. هو ايه اللي مش بطلين؟ هي بتفرجك على شمسيه وكراسي بحر. تعالى هنا نقعد في الاوضه عندي. استنى هان، استنى حبيبي. زي ايه؟ رايح فين؟ معاها فين؟ انا وهي جوه. على اساس ان انا ربع ساعه ابعت لكم الشيطان ولا ايه؟ انت عبيط يا لا. لا مش عبيط يعني. اطلع بره يالا، اطلع بره يالا. ايه ده؟ ده البوي فريند بتاعي. فريند ايه؟ انتوا بوظتوا الصداقه بمعنى. اطلع بره، اطلع بره، يلا بره بره بره. بجد كده اوفر؟ انا هتصل بامن المبنى. مين امين الشرطه اللي عايش جوه نافوخ ده؟ امن مبنى ايه يا ام امن انت؟ عادل بص يا نسا انجي، قبل ما افقد اعصابي اديني نمره والدك لو سمحتي. محدش بيرد برضه. يا دولا ده مستكبر عليك يا دولا، ده انت من اول النهار عمال ترن له وهو ولا هو هنا اهو. ده تلاقيه عم واخد اجازه من الموبايل وقافله. قافل الموبايل وانا عمال ارن له؟ ما تبطل بقى يا رمزي، مش ناقصه غبائك على الصبح. حتى السكرتيره بتاعته كمان برضه ما بتردش. طب يا دولا ايه رايك بقى؟ يمكن هما الاثنين مزنوقين في المترو والشبكه واقفه. ده على اساس هو والسكرتيره بيقضوا شهر العسل في محطه المرج يعني. ما تتكلمش انت خالص، ما تتكلمش، ما تفكرش يا رمزي لو سمحت. انا مش عارف اعمل ايه في المصيبه اللي عندي دي، واضح ان هي قعدت في قرابيزي خلاص. ابو الرماميز ليك عنده حل يا دولا. ايه رايك بقى انت تجوزها الواد هانك دهون وتبقى خلصت منها؟ هاني كده هو؟ هاني يا ابني ده مش بتاع جواز اصلا. طب انا يا دولا بتاع جواز وربنا، وربنا انا بتاع جواز. انت احسن حاجه تجوزها لنا واقوم جاي بقى عايش معاك في البيت وتبقى كده وحليت المشكله. بص يا رمزي، انت عمرك ما هتتجوز لان غبائك واقف في طريقك يا ابني. انا غبي؟ انت فاجئتني يا دولا بالموضوع ده. لا غبي غبي، يعني انا مثلا هسالك سؤال لو ما عرفتش تجاوب عليه تبقى غبي، لو عرفت تجاوب عليه تبقى غبي. ماشي اتفقنا يا دولا. غبي؟ ماشي. انا دلوقتي ايه هسالك سؤال سهل جدا، يعني إيه دلوقتي الفرق ايه بين النفق والكوبري وزي الصحه؟ لا يا دولا دي صعبه قوي 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 دي. يا ابني سهله يا ابني، انت عشان غبي مش عارفها. النفق احنا بنمشي جواه،
الكوبري بنمشي فوقيه. اه صح يا دولا صح. طب وازاي الصحة؟ زي الفل الحمد لله. دولا مش فاهم حاجة. عشان غبي يا ابني غبي غبي. والله أنا ذكي والله أنا ذكي. طب بص يا دولا اسأل سؤال تاني وأنا هجاوبك عليه وأنا مغمض عينيا. هنفضل مقضينا فوازير يعني ولا إيه؟ معلش يا دولا اسأل. طب إيه الفرق بين البطيخة والمشمشة وازاي الصحة؟ البطيخة بنمشي جواها والمشمشة بنمشي جواها. انت عمرك مشيت جوا بطيخة؟ لا يا دولا. اي زيتة جاي فيها انت وخلاص؟ لا يا دولا انا اسف. يلا البطيخة احنا بناكل اللي جواها، المشمشة بناكل اللي براها. اه صح يا دولا صح صح. طب وازاي الصحة؟ زي الفل الحمد لله. دولا انا مش فاهم حاجة بقى. ما عشان غبي. يلا غبي انسى موضوع ان انت تتجوز دي خالص، انسى البت دي من دماغك. اه صح يا دولا نسيتها خلاص. طب بص يا دولا ايه رأيك بقى احنا نسم البت دي احسن، ها، من السم اللي هو بيدوخ ده، هو اللي هو السم اللعبة يعني. انا بتكلم معاك ليه؟ انا اللي غلطان، انا اللي غبي اني بتكلم معاك. لا يا دولا ده انا بقى ده انا بقول نو 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 يا دولا. هو الراجل. الو محسن باشا زي صح. ايوه حضرتك انا كلمتك اكتر من مره فعلا. انا اسمي عادل سعيد وبنتك عندي. لا خاطفها واطلب فديه. ايه حضرتك؟ لا 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 مش خاطفها ولا حاجه، دي منورانا في البيت. ايوه يا فندم. طيب انا عايز اقابلك بخصوصها لو سمحت. والله يا استاذ محسن يعني حضرتك ونعمه ما ربيت انجي بنت حضرتك ومثال للادب، ما تتخيلش حضرتك مبسوطين بيها في البيت عندي قد ايه. انا ربيت بنتي كويس قوي يا استاذ، بس للاسف هي طالعه عنيده زي. ايوه صراحه جزمه قديمه يعني. نعم هي انجي مخها جزمه قديمه، بس حضرتك يعني احنا عايزين نصلح بينكم وبين بعض وترجع لك بقى يعني. انا الحقيقه غلبت مع انجي، ما بتحبش لولا خالص مع ان لولا بتحبها جدا. هي صراحه تستاهل انها تحبها لانها بنت ما شاء الله هايله يعني. تصور تصور يا استاذ عادل، انا اخترت لولا دي بعد ما تاكدت انها بتحب انجي ومتعلقه بيها جدا. طيب اسال حضرتك سؤال، انجي ولا لولا؟ ما فيهاش كلام يا استاذ، لولا طبعا. ونعم الاب فعلا حضرتك. تصور حضرتك انا اخترت لولا دي من بين 22 سكرتيرة، جربتهم كلهم لكن للاسف كلهم طلعوا طمعانين في ثروتي الا لولا. ايوه صراحه يعني لولا ما شاء الله هايله. حضرتك 22 سكرتيرة يعني انت لفيت على معهد سكرتاريا ولا ايه؟ استاذ عادل انا طالب منك خدمه قوي قوي تحت امرك. يعني انا ما اقدرش استغنى عن لولا، وكمان مش ممكن ابدا تفضل بنتي كده بعيده عني، فعايزك تكلمها وتحببها في لولا. احاول حضرتك بس انا ما اعرفش حتى شكل لولا، ما عندكش صوره ليها على البحر مثلا؟ انجي صدقيني بجد لولا دي كويسه جدا. انا ما بطيقش اسمع الاسم ده. خلاص بلاش تقولي لها لولا، قولي لها مثلا سهير سعاد سميه اي اسم يعني. انا مش قادره اتخيل حد يجي مكان مامي. لعلمك انتوا واخدين يعني فكره غلط قوي عن مرات الاب، يعني مثلا مامتك يعني لو في اي حاجه انت عملتيها اكيد هتزعل منك وتزعقلك وكده، لكن مرات الاب حنينه يعني مش هتزعقلك، ده هتداري عليكي. اصلا مامي عمرها ما زعقتلي. بلاش دي. طب انا اقول لك حاجه تانية، هي برضو مرات الاب دي بتعتبر حس معاكي في البيت، يعني مين بيطبخ لك؟ طباخ. بلاش الطبيخ. مين بيغسل لك هدومك مثلا النظيفه؟ سيرفنت. السيرفنت طيب بلاش دول كلهم، مين بيصحيكي من النوم؟ نب. بصي انا من اول ما شفت الصوره بتاعت مرات ابوكي دي صراحه ما استريحتلهاش، يعني انا لو منك ما استوعبهاش فعلا. مش عارف ابوكي اتجوزها ليه؟ برضه ما بيردش. ما يمكن مزنوق في المترو تاني يا دولا، هو على محدش عارف ظروفه يعني. مترو ايه؟ هي اي هيصه انت جاي فيها؟ مترو ايه اللي الراجل طب انت عارف ايه الفرق بين المترو والموتوسيكل وازاي الصحه؟ المترو بناكل اللي جواه والموتوسيكل بناكل اللي فيه. انت بتاكل بني ادمين؟ ده العادي بتاعك بتاكل بني ادمين؟ يا غبي يا غبي، المترو بيمشي بالكهرباء، الموتوسيكل بيمشي بالبنزين. اه صح يا دولا عليك نور صح. طب وازاي الصحه؟ كويس الحمد لله. دول انا مش فاهم حاجه بقى، مش فاهم حاجه خالص. يا عشان غبي عشان غبي وعمال تعطلني طول الوقت، بس الراجل ده بقى انا مش هسكت له. ايه ده يا استاذ محسن؟ انت هتهاجر وتسيب بنتك عندي ولا ايه؟ انا خلاص ضعت يا استاذ عادل، بقيت على الحديده. ايه اللي حصل؟ السياحه اتضربت؟ انا اللي انضربت.
لولا يا استاذ عادل لولا. اه لولا اكيد ضربت شهاده ومعهاش معهد سكرتاريا ولا حاجه. لولا ضربتني انا، اخدت كل اموالي ممتلكاتي، مضتني على توكيل واستولت على كل حاجه. خلاص محسن رستم بقى في الكازوزه. ممكن اطلب منك خدمه؟ طلباتك كترت قوي يا محسن يا كازوزه. يعني شهرين ثلاثه كده بس انجي تقعد عند حضرتك لحد ما ارجع اموالي وبعدين انتقم انتقم من لولا. ايوه حضرتك كده مش بتنتقم من لولا، انت حضرتك كده ممكن تنتقم مني انا يعني. معلش هم شهرين ثلاثه لحد ما ارجع كبير في السوق والعب بالملايين. لا انت هتعمل لي ابو تريكه بتاع السوق يعني ملايين ايه؟ حضرتك ماشي يعني انا هجيب اخري معاد في الجدعانه، خلاص هخليها تقعد عندي الشهرين ثلاثه دول، هعمل ايه؟ طيب خلاص انا هاجي معاك بقى عشان افهمها على كل لحظه. ماشي انا موافق تيجي معايا بس على شرط حضرتك يعني تيجي تاخد واجبك وتتكل على الله على طول. حاضر حاضر بس ما تجيش بقى تقعد تقول لي ايه اريح شويه الدنيا تمست. اتفقنا؟ حاضر اتفقنا. يلا اتفقنا. يلا اتفضل يا استاذ محسن. يعني عموما لو شافتك كده افتكرتك عم عبد السواق ما تقلقش ما تقفش، هي دايما انجي كده تتلغى. يا انجي انجي. مين؟ بابي؟ اكيد بقى عرفتك بقلبها يعني. انت جاي هنا ليه؟ لولا لولا يا حبيبتي ضحكت عليا وخدت كل حاجة وخلعتني، انا بقيت على الحديد ماليش في الدنيا غيرك دلوقتي. يا جماعة مش كده يا اخوانا، انا كده خلاص ابتديت اعيط. احسن يا بوبي عشان الفلوس دي كانت هتفرقنا عن بعض. ايوه صح، لان الفقراء هم دايما اللي بيتجمعوا ما شاء الله. انت هتقعدي شهرين ثلاثة عند الناس الطيبين دول. خلي بالك حضرتك هم مش طيبين قوي يعني. شهرين ثلاثة لحد ما ارجع السوق واقف على رجلي. يا دي رجليك اللي مش عارف تقف عليها، منملة ولا ايه؟ خد يا حبيبتي الخمسين جنيه دي ماشي بيها نفسك شهرين ثلاثة. بابي انا معايا البوكيت ماني بتاعي. أكيد نايمالها على 500 يا مثلا. 100,000 جنيه. نعم وسكتة؟ أصلا ما صرفتش وما خرجتش عشان كنت مكتئبة بسببك. عال 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 يا إنجي، أنت عارفة الإمبراطورية بتاعتي دي أنا عملتها بكام؟ ب 145 جنيه، يعني ال 100,000 جنيه دول خلال سنة واحدة هيبقوا ملايين. إيه هتصورهم بمكنة مستندات ولا إيه؟ لا يا أستاذ عادل، خلي بالك أنا لسه محسن رستم كفاءة. ليا اسمي وعلاقاتي في السوق. على العموم انا متشكر ان انت حافظت على بنتي انجي، ولك عندي مفاجاه، لما هبني الامبراطوريه بتاعتي تاني من جديد ليك حجز عندي في جزر الكاريبي انت والاسره الكريمه. ايه ده بجد؟ جزر الكاريبي دي بعد دمياط؟ انا عاوزك توعدني وعد تاني خالص انك لما تبني امبراطوريتك تشغل رجاله بس. بس كده من عينيا الاثنين، خلاص من النهارده اعتبريني انا عدو المراه، مفيش في حياتي غيرك انت يا انجي. ايوه ايوه دولا حبيبي. عايز ايه يا دولا؟ اسمع يا عم تعالى عشان عايزك في موضوع مهم قوي. موضوع مهم ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ عايز اسالك سؤال يا دولا عشان اعرف اذا كنت ذكي ولا ذكي يعني. ماشي حضر لي يعني اتفضل. بص يا دولا، ايه الفرق ما بين الموز والخوخ وازاي الصحه؟ الموز بناكل اللي جواه والخوخ بناكل اللي براه. اه صح يا دقرم. طب وازاي الصحه؟ كويس الحمد لله. انت عامل ايه؟ يو بقى دول كنت انا عايز اقول انا الحمد لله. عايز اقول الحمد لله؟ ايه دول الحمد لله. اطلع بره يا الحمد لله. مش هقول لك ازاي الصح. قول للنبي يا دول. اقول لك ايه؟ قول ازاي الصح. الحمد لله كويس. ايه دول كنت انا عايز اطلع بره. ازاي الصح؟